بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله، خير مبعوث بعثه الله للبشرية أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التمهير الرمضاني لإعداد أخصائي التطوير الإداري. هذا اللقاء هو اللقاء 25 ضمن هذه الحزمة لنتحدث فيها عن مهارات بناء مؤشرات الأداء. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هو تتويج لكل ما أخذناه في اللقاءات الماضية. أرجو أن تنتبهوا أن نحن الآن في حزمة اسمها حزمة التقييم. نحن في هذا البرنامج، برنامج التمهير الرمضاني لإعداد أخصائي التطوير، استهدفنا 4 حزم أساسية، وهي حزم سلمكم الله: حزمة التخطيط، حزمة التنظيم، حزمة التوجيه، حزمة الرقابة. كنا قد تحدثنا في خلال الأسبوع الأول عن حزمة التخطيط، وتحدثنا فيها عن عمليات مهارات التشخيص المؤسسي، تحليل الفجوات التشغيلية، مهارات بناء الرؤية والرسالة، مهارات بناء مؤشرات النتائج OKR، مهارات بناء الأهداف، التخطيط وفق نموذج الاستراتيجي، وأيضا مهارات بناء الخطة التشغيلية. ثم تحدثنا بعد ذلك عن التنظيم، ثم تحدثنا بعد ذلك عن القيادة. إحنا اليوم في حزمة هي حزمة التقييم. هذه الحزمة أيها الأحبة هي أساسا حزمة رقابة على عمليات التخطيط، يعني بمعنى الأصل أن ما فعلناه في التخطيط سينعكس عندنا الآن في عمليات الرقابة، هذا الأصل. فإذا كان ما فعلناه في التخطيط سينعكس معنا في الرقابة، معنى ما قمنا به في عملية التخطيط كان صحيحا. ولذلك ستجد اليوم أن بعض الإخوة لديهم أسئلة واستفسارات حول الأهداف. الأهداف أيها الأحبة ليس هنا، الأهداف في مرحلة من التخطيط. إسقاط الأهداف ليس هنا، تنزيل الأهداف ليس هنا. أرجو أن ترجعوا لحلقات التالية، حلقات OKR، حلقات أيضا بناء الأهداف، حلقات OCGM، حلقات بناء الخطة التشغيلية، لابد أن ترجع لها لأنها عبارة عن مدخل أساسي لهذا اللقاء. أيضا يجدر بك أن ترجع أيضا إلى ميثاق الأداء وإدارة الأداء، لأن هذه الأشياء كلها ستعطيك فكرة عن ما الذي نحن نتحدث عنه، ولماذا نحن وصلنا لهذا الأمر، ولماذا نقوم بعملية القياس والتقويم. هذا لمن يريد أن يتوسع. أما من يريد أنه يحصل على المعلومة السريعة، يبدو أن هذا اللقاء بإذن الله سيكون كافياً، لأنك ستعرف المعلومات العامة. وقد عرفت أن كثير من الإخوة يريدون تنفيذ العمليات بسرعة، لكننا نريد أن نعطيهم معلومة أن العلم تراكمي، وبالتالي كل معلومة تبنى على الأخرى، ولا يمكن أن تدخل على مؤشرات الأداء قبل أن تعرف مجموعة من الأساسيات الخاصة بكتابة الأهداف. وقد علمتني التجربة أن المشكلة عادة لا تكون في مؤشرات الأداء، المشكلة تكون عادة في صياغة الأهداف أو عدم امتلاك أصلاً خطة استراتيجية وخطة تشغيلية للمنظمة. يعني بمعنى الناس داخلين على طول مباشرة على مؤشرات الأهداف. وقبل أن أبدأ في الحديث عن مؤشرات الأهداف أيها الأحبة، أريد أن أذكر بالشيء التالي: نحن الآن في الأسبوع الرابع من هذا اللقاءات، نحن الآن أيها الأحبة في اليوم 25 من رمضان. نحن أيها الأحبة نتقابل في عصريات رمضان، كل يوم في رمضان نتقابل لمدة ساعتين نتحدث فيها عن مهارة أساسية، مهارات التطوير الإداري، وكيف نستطيع أن نضيف لأنفسنا مهارات جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن نعود لكل الماضي حتى نقوم بعملية من المعرفة بكيف نستطيع أن نبني. هذا البرنامج يسمى برنامج لقاءات التمهير الرمضاني، هو برنامج يستهدف إعداد أخصائي التطوير الإداري. إحنا الآن في حزمة التقييم، ونحن الآن في موضوع بناء مؤشرات الأداء. فحياكم الله معنا في مؤشرات الأداء. أنا أخوكم محمد العامري، أحمل شهادة دكتوراه في مجال علم النفس الإداري، متخصص في مجال إدارة المشاريع وإدارة أيضاً سيكس سيجما والموضوع الجودة وكيفية إدارة الجودة، وقد قدمت مجموعة من الاستشارات وسعدت بالتدريب في أكثر من وطن عربي، وتعلمت من خبرات حقيقة الإخوة في كل المجالات اللي تعلمت معهم. التدريب هو عملية تبادلية، أن تكسب الناس معلومة وأن تأخذ من الناس معلومة. ولذلك أنا أرحب بكم، وهذه أرقام تليفوني وهذه أيضا جوالاتي موجودة أمامكم، أرحب بأي اتصال، أي استفسار في أي لحظة، سواء عن مؤشرات الأداء أو غيرها، وأرحب بأي استفسار. إلا أرجوك بس دلني الأشياء التالية: لا تتصل بي تقول لي أعطيني العرض بوربوينت، ما راح أعطي. لا تتصل بي تقول لي معليش دكتور سوي لي المؤشر، ما راح أسوي لك المؤشر. لا تتصل بي تقول لي والله مديري طلب مني أسوي مؤشرات وأنا الليلة أبغى أسوي مؤشرات، أقول لك ما راح أساعدك، ما راح أساعدك. عشان أكون صادق معك لن أساعدك. سبب أيها الأحبة، نحن نريد منك أن تتعلم 3 أشياء. واحد، يجب أن تتعلم بنفسك كيف تستطيع أنك أنت تصبح ماهراً وتطبق. الأمر الثاني، يجب أن تعرف أن نحن نتكلم عن إدارة اسمها الإدارة بالأهداف،
والإدارة بالأهداف تعتمد أساساً على التشاركية داخل منظمة، مش شخص واحد يحل يكتب مؤشرات لمنظمة كاملة. النقطة الثالثة، عملية بناء المؤشرات عملية سهلة جداً، لكنها عملية تحتاج إلى بحث واستقصاء، يعني تعرف وضع المنظمة عشان تقوم بعملية وضع مؤشرات تتناسب مع من؟ مع أداء المنظمة. بالتالي أنت الخبير، لست أنا، أنا دوري مستشار لك، اتصل بي في لحظة، قل لي ما رأيك في هذه المعلومة، سأساعدك. كيف أحصل على مرجع، سأساعدك. اشرح لي، سأشرح لك. لكن لا تقول لي سوي نيابة عني، ما راح أشتغل نيابة عنك. أنا مستعد أشرح، مستعد أساعد، مستعد أقدم لك أي معلومة تبغاها، لكن لا تقول لي قم بالعمل نيابة عني، لن أستطيع أقوم بهذا الأمر. تستغربون لماذا أقول هذا الكلام؟ لأني يوميا تصلني اتصالات بنفس الطريقة، يوميا على المؤشرات بنفس الأسلوب. يا دكتور أنا والله المدير كلفني وأبغى أسوي مؤشرات. هذا ليس مشكلة، هذا مشكلة فهم عند المدير وفهم عندك. هذا العمل لا يتم من خلال أنه كلفك وبس، لازم تعقد ورش عمل، لازم يتم عملية استقصاء، لازم يتم عملية بحث. العملية عملية كاملة لازم أن تتم بشكل كامل. وبالتالي أحبتي الكرام، نحن نريد أن نساعد الإخوة، لكن يجب أن نكون منطقيين في عملية المساعدة. وذلك عندنا اتفاقية، سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول لما سألوه سؤال من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم، لأن الخطأ منه أقبح، أي أن القائد في المنظمة وأخصائي التطوير يجب أن يكون أكثر شخص يتعلم حتى يستطيع أن يساعد الآخرين. أيضا أيها الأحبة، صمويل جنسون يقول عبارة جميلة، يقول إذا أردنا أن يتم العمل لنا دون تعب فعلينا أولا أن نتعب في تعلم هذا العمل. يعني إذا أردنا أن نكتب المؤشرات وأن نقوم بقياس الأداء وأردنا أن نطور الأداء، علينا أولاً أن نتعب في تعلم كيف نستطيع أن نقوم بذلك. وهذا التعب ليس تعباً عضلياً، هو مجرد تعب فكري لمدة يوم يومين ثلاثة، وبعدين تكتسب مهارة ويصير عندك قدرة عالية جداً على أداء العمل. ولعلك تلتمس للعذر بعد قليل عندما نبدأ في الدخول داخل الموضوع، سيد أن الموضوع متشعب والموضوع له علاقة بأفكار كثيرة جدا داخل الأمر. الأشخاص أكثر نجاحا بأي تخصص هم يتعلمون الأساسيات أولا ويأخذون وقتهم في تعلمهم، بينما أكثر الناس يتجاوزون الأساسيات من أجل مسابقة الزمن وتحقيق إنجازات سريعة. لذا فإنهم دائما ما يفقدون ما تعلموا، لأنهم ببساطة لم يقم على أساس متين. كثير من الإخوة لما يريد يتعلم المؤشرات يريد على طول مباشرة يدخل على المؤشرات دون أن يعرف أن هناك لدينا أربع عمليات: تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة، وأن المؤشرات تأتي في مرحلة الرقابة. إذا المفروض أن عندك إلمام بالتخطيط، عندك إلمام بالتنظيم، عندك إلمام بالتوجيه، هذا المفترض. ما تدخل على المؤشرات إلا تكون كل هذه الأشياء قد لميت بها، وهذه ما نسميها أساسيات البحث في موضوع المؤشرات. طيب قبل أن نبدأ عندنا موضوع بناء مؤشرات الأداء، أريد أن أنبه لشيء مهم جدا قبل أن نبدأ. أحبتي الكرام، كلمة مؤشرات موجودة في كل التخصصات، في كل التخصصات موجودة كلمة مؤشرات. يعني إذا جينا نتكلم عن مؤشرات الأداء الأمني، نتكلم في الأمن. إذا كنا نتكلم عن مؤشرات الصحة سنجدها موجودة في الصحة. في التعليم سنجدها موجودة في التعليم. لكن أحيانا يصبح عندنا نوع من اللبس، وهذا اللبس يخلي الشخص الغير متخصص قد يأخذ معلومة ليس لها علاقة بموضوع المؤشرات ويتوقع أن هذا ما نتكلم عنه في المؤشرات. مثال على ذلك، في العقد الأبيديكوجي اللي هو العقد في المجال التربوي، يوجد عندنا شيء نسميها بناء المعيار وبناء المؤشر من أجل بناء عقد أبيديكوجي، أي مقياس تربوي. جيد، البعض من الإخوة العاملين في مجال التعليم يتوقعوا أن هذا الشيء اللي اسمه مؤشر، اللي يسمى منظومة المؤشرات الموجودة في المجال التربوي، يتوقعون أن هي ما نتحدث عنه في المؤشرات، ولذلك يحصل عندهم لبس. منظومة المؤشرات شيء، هو مؤشرات الأداء شيء آخر. منظومة المؤشرات تأتي تحت عنوان العقد الأبيديكوجي. أبيديكوجي معناه تعليم الصغار، هذه معناه شيء آخر تماما، هذه عندك في التربية والتعليم، ليست موجودة في مؤشرات الأداء التي تستخدم في مؤشرات الأداء الخاصة بالمؤسسات. ولذلك لما تبحث فيها ستجد أنك أنت الآن عندك شيء يختلف تماما، تجد يتحدث لك عن المعيار، والمعيار هو عبارة عن الشيء الدال على أمر ما، والمعيار قد يكون وصفي، والمعيار قد يكون أيضا، هذا المعيار قد يكون عبارة عن وصف. لا لا انتبه، هذا موضوع آخر تماما. وبالتالي هنا يحصل عندنا خطأ. فإذا وجدت أنهم يتحدثون عن شيء اسمه منظومة المؤشرات، اعرف إذن هم يتحدثون في مجال تربوي تعليمي، حصل لبس عندهم في هذا المجال. نحن نتكلم عن منظومة مؤشرات، نحن نتكلم عن مؤشرات تقيس أداء. هذا الأداء يجب أن يكون مخطط له، وهذا الأداء يجب أن يكون واضح. منظومة معناها تتكلم أنت عن عقد أبيديكوجي، هل هذا واضح؟ يجب أن يكون واضح هذا الأمر. لماذا؟ لأنه أثناء البحث أي حبيتي الكرام في اليوتيوب يظهر هذا اللبس عند بعض الإخوة، فيدخل
يبحث عن مكتب مؤشرات الأداء فيظهر له منظومة لابيد أجوجيا ويتوقع أن هذه مؤشرات أداء نتحدث عنها. إذا نحن نتحدث عن مهارات بناء مؤشرات الأداء في المنظمات، في المنظمات يعني نتكلم عن خطة استراتيجية، خطة تنفيذية، خطة تشغيلية، خطة إجرائية، وكيف نستطيع أن نقوم بعملية قياس أداء المنظمة. هذا هو حديثنا اللي سيكون اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. فأهلا ومرحبا بكم لحديث عن مفاهيم بناء مؤشرات الأداء. إذا أحبتي الكرام، مهارات بناء مؤشرات الأداء كما قلنا سنجد أنها تعمل في كل القطاعات، في كل الجهات سيكون لها دور ولها توظيف. طيب تعالوا نتعرف على مؤشرات الأداء. نحن في هذا اللقاء أيها الأحبة لدينا هدف إكساب المشارك بإذن الله المعارف والمهارات والخبرات الأساسية اللازمة للقيام بمهام مهارات بناء مؤشرات الأداء ليتمكن بإذن الله من النجاح في تحقيق الإنتاجية العالية للمشاريع التي يقودها. هذا الهدف يقتضي مننا أن سنسأل كل مرة سؤال: ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا؟ درجنا أن نقوم بشرح جزء ثم بعد ذلك أسأل سؤال: ما الذي تعلمنا؟ وأفتح حوار لكم للنقاش والحوار. بلا شك أيها الأحبة أن إحنا نحتاج أولا أن نتعرف على مجموعة من المفاهيم اللي تساعدنا لعملية فهم مؤشرات الأداء وكيف تبنى مؤشرات الأداء. ولذلك سنبدأ في البداية بالتعرف على الأداء أصلا، ما هو الأداء؟ ثم بعد ذلك سنبدأ نتعرف على كيف نقيس الأداء، ثم سنبدأ نتعرف الآن على مؤشر الأداء، ما هو مؤشر الأداء، ثم سنتعرف على مجموعة من مصطلحات. هذه المصطلحات راح تساعدنا على التعرف على مؤشرات الأداء وما هي المصطلحات المستخدمة في مجال مؤشرات الأداء وبنائها. ثم بعد ذلك سنتعرف على 10 خطوات تسمى الخطوات البنائية لعملية قياس مؤشرات الأداء. ثم بعد ذلك سنعرف كيف نبني مؤشر، ثم سنعرف أيضا كيف نربط هذا المؤشر ببطاقة المؤشر، ثم سنختم حديثنا بالحديث عن منهجية بناء مؤشرات الأداء داخل المنظمة. فحياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، أحضروا أقلام، أحضروا أوراق، اكتبوا معنا. العرض بالنسبة للعرض الموجود كملف سيكون موجود عندكم بإذن الله داخل المجموعة، لكن من يحب أن يكتب حواشي، يكتب ملاحظاته، فلتكتب معنا ملاحظاتك أثناء هذا اللقاء. بداية أيها الأحبة، أول ما نتحدث عن مؤشرات الأداء فنحن نتوجه مباشرة إلى علمين. العلم الأول هو علم القياسات الميثودولوجيا، والعلم الثاني في الإحصاء. سنذهب جهة الإحصاء. الطالب في علم الإدارة يدرس مادة تسمى مادة الإحصاء الإداري، ونحن نتحدث عندما نتحدث عن مؤشرات الأداء فنحن في حضرة هذه المادة التي اسمها مادة الإحصاء الإداري. إذن تعالوا بنا أول نتعرف على مقدمة عن الإحصاء. في علم الإدارة لدينا قاعدة في علم الإدارة تقول: كل ما ليس له مقياس أي معيار لا يمكن التحقق من تحققه، ولا التحكم في إدارته، ولا ضبط جودته، ولا القدرة على تحسينه وتطويره. ولذلك هذه القاعدة تعد هي القاعدة الأساسية في مؤشرات الأداء. فكل هدف، تذكر كذا معنا، كل هدف نقوله دون أن يكون له معيار ما هو إلا عبارة عن نوايا طيبة، هكذا يعني نتحدث عنه دائما، هو مجرد عبارات، الناس عندهم نية طيبة لكنها لا يمكن أن تقاس. إذن لابد أن نربط الأهداف بمقاييس. هذه المقاييس هي عبارة عن مجموعة معايير ومجموعة شواهد حتى نستطيع أن ندلل أن هذا الأداء فعلا تم. ولذلك أحبتي الكرام، هذا الرجل لورد كالفين، يعني هذا رائد علم الفيزياء، يقول عبارة، يقول: القياس ينمي حس التحري والدقة. يقول: عندما يمكنك قياس ما تتحدث عنه والتعبير عنه بالأرقام فأنت تعرف شيئا عنه، وعندما لا تستطيع التعبير عنه بالأرقام تكون معرفتك من النوع الهزيل غير المرضي. قد تكون بداية المعرفة لكنك نادرا ما تكون تقدمت في أفكارك إلى مرحلة العلوم. ولذلك نحن نحتاج أن يكون لدينا تحويل الوصف إلى كمية حتى نستطيع أن نقوم بعملية قياسه. وبالتالي أنا دائما ما أذكر تجربة الميزان والحجر. عندما نريد أن نقيس مثلا هذا الحجر، فإنك بلا شك تكون ممكن 1 كيلو، 0.5 كيلو، يعني حدود 75 جرام. هذا كله يحتاج منه أن يكون لدينا أداة، هذه الأداة نستخدمها في عملية القياس، وأن يكون عندنا عملية مقياس وعملية تعويض. وبالتالي عملية القياس دائما هي عبارة عن عملية تعويض. كذلك أيضا نظام إدارة الأداء هو الميزان الذي يهيئ المنظمة من أجل عملية إن كيف نستطيع أن نقوم بعملية قياس الأداء. أي أداء عندنا سيكون موجود؟ هذا الأداء الفعلي الموجود عند الموظف، أي ما يؤديه الموظف أو ما يؤديه القسم أو ما تؤديه الإدارة أو ما تؤديه الشركة بشكل كامل. هذا الأداء يجب أن يربط بأهداف، يجب أن يربط له بمؤشرات أداء، خطة أداء، فترة أيضا لعملية قياس الأداء، ثم توجيه الأداء من خلال مجموعة من الأهداف، أيضا عملية تقييم الأداء
ثم بعد ذلك عملية تعزيز الأداء. هذه مسلمات، إنه عندما نريد أن نبني أي مؤشر فالمفروض أن نراعي في بناء المؤشر أن يكون لدينا هذه المكونات حتى نستطيع أن نقوم بعملية بناء مؤشر فعال. على هذا الأساس أيها الأحبة، نظام إدارة الأداء يقوم أساسا على وضع خطة أداء، ثم عملية توجيه الأداء وقيادته، أي تقديم تغذية راجعة للموظفين بشكل دوري، ثم تقييم الأداء، ثم عملية تعزيز الأداء وتقديم نوع من التغذية الراجعة حتى نقوم بالتحسين. هذا الكلام تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن إدارة الأداء، لكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك أنا أريد أن أذكر، نحن الآن تحت ضوء إدارة الأداء نريد أن نقيس أداء الفرد، أداء القسم، أداء الإدارة، أداء الشركة أو المنظمة بشكل كامل. على هذا الأساس أيها الأحبة، أي أداء نريد أن نقيسه لابد أن يكون عندنا تخطيط للأداء، وهذا ما أنجزناه في الأسبوع الأول. ثم فترة أداء، أي نعطي الناس أن يقوم بعملية الأداء، ثم نقوم بعملية مراقبة الأداء وإعطاء تغذية راجعة، ثم نقوم بعملية التقييم. هنا سيكون عندنا سؤال، يعني دائما قياس الأثر سيحصل عندنا بعد عملية قياس الأداء، يعني لا يمكن أنك أنت الآن في قياس الأثر تحصل عليه قبل ما تسوي عملية قياس، فبعد أن تقيس يظهر لك قياس الأثر. إذن عندي الآن أيها الأحبة تذكروا الشيء التالي، نحن نريد أن نقوم بعملية قياس. هذا القياس الأداء ماذا يساعدنا؟ إمكانية تقييم الأداء الفعلي مقارنة بالمستهدف، نعرف من خلاله ماذا أنجز وكيف أنجز. وأتمنى من الإخوة لا تكتبوا في الشات، كلموني مباشرة، عندك سؤال اسألني، لأن في الشات تحاول تقطعني وتضطر أني أخرج حتى أستطيع أن أقرأ، فبالتالي أرجوك اسألني على طول مباشرة، أسهل علي، سهل علي هذا الأمر. إذن إمكانية تقييم الأداء بمقارنة المستهدف هذا واحد. اثنين، تمكين مقارنة الأداء خارجيا، نقدر نقارن أنفسنا بالجهات الأخرى. كذلك أيضا التحديد الواضح للمسؤولية، أيضا مجرد قياس ونشر مؤشرات الأداء يترتب عليه عملية تحسين، لأن الأخوة سيعرفون الآن عندنا عملية تحسين. كذلك تحديد مواقع الخلل والتطوير المستمر، أيضا التمييز بين النجاح والفشل أساس منح المكافأة. كذلك تمكين التعلم المؤسسي، أيضا سيساعدنا هذا على تبرير الحاجة إلى إحداث تغييرات، وساعدنا على تبرير تعزيز المطلوب، وسيساعدنا على تلبية طلبات الجهات السيادية، الوزارة أو غيرها، ماذا يطلبون مننا من تقارير، فنصبح عندنا قدرة على معرفة التقارير المطلوبة والقدرة على عملية رفعها. هذا معنى أن احنا نحتاج أن نقوم بعملية قياس. هذا القياس أيها الأحبة يجب أن يكون وفق منهجية، هذه المنهجية أيها الأحبة دقيقة جدا. والسبب أن القياس معناه أن نعطي كل ذي حق حقه، ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر في المطففين، سورة المطففين، سورة هود، سورة الإسراء، أكد الله سبحانه وتعالى على أهمية القياس النقيس. وهذا القياس معناه أن يكون عندنا استيفاء، نعطي الناس حقهم الذي نحن وعدناهم به. ولذلك أحبتي الكرام، علم الإدارة يقوم أساساً على عمليات قياس، لابد أن نقيس كل ما نقوم بعملية تنفيذه. ويوجد علم خاص يسمى علم المترولوجيا، يعرف عملية القياس وكيفية استخدام عملية المقاييس. إحنا عندما نتحدث الآن عن الأداء، نحن نتحدث عن مفهوم أساسي ومفهوم الأداء الوظيفي. الأداء أيها الأحبة هو ذلك النشاط القابل للقياس الذي تقوم به المنظمة أو الوحدة الإدارية بها أو أفرادها. طيب ليش؟ لتحقيق معدلات إنتاجية عالية ويدل على تحقيق الأهداف المخطط لها. الأداء دائما حتى يتم تنفيذه نحتاج إلى قابلية عند الموظفين. هذه القابلية معناها أن نجلس مع الموظفين ونتفق معهم على الأهداف ونحدد نحن وياهم المؤشرات، ليس أن نجلس وحدنا، ليس أن أجلس أنا وأصفق من عندي بالمؤشرات حق الإدارة، لا، نجلس عندنا ورشة عمل ونجلس عشان نعرف هل دول قابلين لتنفيذ الهدف، هل هم فعلا عندهم قدرة ينفذون الهدف أم لا. ثم بعد ذلك القدرة، هل الموظف لديه القدرة على التنفيذ، هذه ما نسميها الكفاءة. ثم عملية الامتثال وهي عمليات المطابقة. هنا سأسألكم بعد قليل عن شيء مهم جدا بالنسبة لنا. نحن نتحدث أيها الأحبة عن الإدارة بالأهداف، والإشكالية الكبرى عندنا أيها الأحبة، سأذكر لكم قصة كذا وأنتم قولوا لي إيش استفدت من هذه القصة قبل ما أنتقل من هذه اللوحة. قصة أيها الأحبة، أذكر أني كنت أدرس في الصف الرابع ابتدائي، في الصف معليش في الصف يعني في لا مش الرابع ابتدائي، هذا القصة، القصة في الأول إعدادي يعني في أول متوسط. كان معنا واحد من الطلاب شاطر مرة شاطر، وكان هذا الطالب أمه مدرسة، وهو أمه تدرسه الدروس مش اللي ندرسها، لا، درسوا الدروس التي لم ندرسها، يعني الدرس الجاي في الحصة الجاية ويكون قد درسه خلاص. والتخصص أمه لغة عربية،
وفنانة أمه أيضا في الرياضيات، وممتازة أمه في العلوم، وممتازة أمه في الإنجليزي، وأمه تدرسه كل شيء، تدرسه الدروس الجاية، يعني حق الأسبوع الجاي هو عارفه، تخيلوا. والله سبحانه وتعالى في أول متوسط امتحنا بالإعدادية بمدرس يضرب يضرب يضرب، يعني مدرس يضرب على الشبهة، وكبير في السن جدا، ومعاه لي ربل، يعني لي كذا يدخل به يضرب على طول، يضرب بقوة أقوى من الخيزرانة. وأنا كنت الطالب الأول على اليمين جنب الباب على طول مباشرة، فأول ما يبغى يضرب أول واحد يوقفه أنا، أول واحد أنضرب أنا. وهذا المدرس كبير في السن، بتعود المدرس أنه أول ما يدخل الصف يدخل يقول مين حافظ النصوص، رفع هذا الطالب صاحبنا رفع يده على طول، قال له اقرأ، قام يقرأ القصيدة التي لم نأخذها، القصيدة حق الأسبوع الجاي، فقال لي اقرأ، يا والله والله ما قد أخذناها، قال افتح عندك، يده يضرب، فيضربني، أنا ما افتحش يدي، يضرب كذا على ظهري، يضرب على صدري، يضربني الربل هذا، واضطر أبكي، والطلاب يضحكون علي، لأنه بعد ما يضربني أنا ويضرب اللي وراي، أحيانا يضرب اللي وراي، أحيانا ما يضربوش، بعدين ايش يكتشف؟ يكتشف إن احنا ما درسناش القصيدة. فيقول له شكرا، صفقوا لزميلكم ما شاء الله عليه، يحضر الحصص الجايه، ويصفقوا له وانا اللي اتصفق، هو يصفقوا له انا اتصفق. المشكله مش هنا، اروح البيت اجي عند الوالد اقول له ابوي ابوي والله اليوم ضربني الاستاذ، قال لي انا قلت لك اللحم ولنا العظم، الله يا ابوي الله يسخر، انت قلت له كذا عشان كذا يضربني. وانضرب كل حصه في اول متوسط انا انضرب. وهذا الطالب الدافور، هذا الطالب الشاطر لازم يوري المدرس دائما انه شاطر. سؤال لكم، هل قد قابلت دوافير زي كذا؟ ناس دوافير زي كذا؟ المشكله مش هنا، انا توقعت ان الموضوع ده سينتهي بمجرد اخلص اول متوسط وافتك من هذا الطالب واتركه. لما رحت اشتغل في الاداره لقيت ان عندنا ناس دوافير في الاداره. عارفين كيف دوافير؟ يجي المدير قال نبغى نسوي مؤشرات اداء، نبغى نسوي ورشه عمل عشان نسوي مؤشرات اداء، قفز عند المدير وراح عند المدير يقول طال عمرك انا بسويها، انا بسويها، بسوي لك مؤشرات اداء، شوف انا صنعتها، سويت سويت الخطه الاستراتيجيه حق الاداره كلها وسويت لك مؤشرات اداء. لا اجتمع معنا ولا ناقشنا ولا حاورنا، سوى المؤشرات كلها من عنده عشان بس يوري المدير انه ماله، انه ناجح وانه كويس. والغريب ان المدير يقول له صح، ونروح نقول للمدير نقول له يا استاذ ترى احنا ما ناقشنا، قال ايوه بس انا مطلوب من مديري، أنا برضو مديركم بس أنا عندي مدير، مديري طالب مني المؤشرات فلازم أرفعها له. وكذا إحنا ضيعنا المؤشرات، أصبحت مؤشرات واحد دافور يجلس في البيت وحده يجتمع من نفسه ويكتب أهداف يحط مؤشرات ويجي يعرضها المدير، وصار إحنا كلنا عندنا قابلية، ولما نجي نقيس في النهاية نكتشف إن إحنا ما حققنا شيء. إحنا كان كلنا هدفنا إن ماذا نفعل؟ إن إحنا نرضي أرضى هذا مديره وهذا أرضى مديره، هكذا لم نستطيع أن نحقق ما نريده. سؤالكم قبل ما ننتقل من هذه القصة، ماذا استفدتم هذا القصة؟ قولوا لي، شاركوني، شكلكم كلكم دوافير. السلام عليكم. لابد... السلام ورحمة الله. تفضل محمد. لابد من مشاركة فريق العمل في وضع مؤشرات الأداء وكتابتها من خلال الإدارة المتوسطة والعاملين الموظفين في المنظمة. نعم. تعرف أخي كريم، أقول لك بشيء، الإشكالية اللي عندنا إن عندنا ناس يبغون يحلون واجب، يتعاملون مع المؤشرات إنها واجب، المدير طلب مؤشرات لازم نسويها نرفعها للمدير، تقول له يا أخي كريم ترى المؤشرات عبارة عن قابلية وقدرة وامتثال، يعني يجب أن يشاركون فيها كل منظمة. طيب على هذا الأساس أيها الأحبة لاحظوا معي، عندنا نموذج سمى نموذج جيلبرت للأداء، سبق أني شرحته أكثر مرة، هذه المرة أريد أن أوضحه لأهميته بالنسبة لنا في موضوع المؤشرات، سأوضح فيه تفاصيل أكثر. هذا النموذج ماذا يتحدث؟ لما نبغى نسوي أي أداء، أنت الآن مدير فعندك ثلاثة أشياء يجب أن تقوم بعملية تحديدها في الأداء، أنت مدير وأنت موظفين. أول شيء يجب أن تحدد الأهداف، هذه الأهداف هي أهداف المنظمة، ثم تحدد ما الموارد، ما المطلوب أن يكون موجود حتى نستطيع أن نحقق الأداء، ثم تحدد ما النتائج، ثم تقيس. إذا تحديد الأهداف أن نحدد، واحد يا ترى ما هي أهداف الغايات، ما الغايات الكبرى اللي نبغاها على مستوى المنظمة، ثم أيضا ما الأهداف العامة، تشتق الأهداف العامة من أهداف الغايات، ثم ما هي الأهداف المرحلية اللي نبغاها على مستوى ربعي، خلال ربع سنة ماذا سنحقق، ثم ما هي الأهداف الإجرائية نريد أن تتحقق. هذه الأهداف يجب أن تكون أيها الأحبة محدد فيها معيار المسؤولية، محدد فيها المعيار الكمي،
محدد فيها المعيار البيئي، محدد فيها المعيار الأداء، محدد فيها المعيار النوعي، محدد فيها المعيار الزمني، محدد فيها معيار الشرط. لماذا؟ حتى إذا أصبحت لديك أهداف محددة، وهذا ما تكلمنا عنه لما تكلمنا في التخطيط، إذا أصبح لديك أهداف محددة واضحة ومنتسقة في الأداء، في تلك اللحظة تستطيع أن تختار ما هي الموارد المناسبة، فتقول يا ترى ما هي الموارد اللي سأحتاجها حتى أستطيع أنفذ هذا الأداء. فأنت هنا تسأل سؤال، من المكلف بهذا العمل؟ ما مدى جاهزيته؟ من سينفذ هذا العمل؟ أين سينفذ هذا العمل؟ متى سينفذ هذا العمل؟ بما سينفذ هذا العمل؟ بكم سينفذ هذا العمل؟ وهذا يقتضي منك أن تحدد الآن مع العاملين معك ما هي الموارد البشرية اللي سنحتاجها حتى نستطيع أن نحقق هذه الأهداف الغايات؟ ما هي الموارد المالية اللي سنحتاجها حتى نستطيع أن نحقق هذه الغاية؟ ما هي الموارد المادية اللي سنحتاجها حتى نستطيع أن نحقق هذه الغاية؟ ما هي الموارد المعرفية والموارد التقنية اللي سنحتاجها حتى نستطيع أن نحقق هذه الغاية؟ ثم إذا بدأت تحدد هذا كله، ستبدأ الآن تحدد يا ترى كيف نستطيع أن نقوم بهذا الأداء؟ أي ما هي الطريقة والأسلوب اللي تستطيع تحقق من خلال النتائج؟ هنا سنسأل سؤال عن الكفاءة، وهي أداء الأعمال بالطريقة الصحيحة. كيف سنعمل؟ وهل فعلا عملنا بالطريقة الصحيحة؟ هل عندنا الجودة؟ هل عندنا مراقبة الجودة؟ ثم بعد ذلك سنتأكد أن الأهداف التي رسمناها هي فعلا تحقق النتائج الموجودة، وبالتالي سنبدأ نسأل أنفسنا عن النتائج. يا ترى هل عندنا نتائج رئيسية عشان نقيس؟ لأن لما نقول إحنا OKR معناها الأهداف، الأوبجيكتيف اللي عبارة عن جول زائدا OKR، ثم بعد ذلك نحدد ما هي المستهدفات، هل المستهدفات تحققت؟ هل كنا مركزين على هذه النتائج؟ هل فعلا سوينا تقييم ربعي نتأكد ان احنا ماشيين صح؟ هل فعلا سلمنا ما كان مطلوب؟ وبالتالي هذا سيقودنا لان نسأل سؤال الفاعلية، بمعنى هل أدينا الأعمال المطلوبة؟ ماذا أدينا؟ لماذا أديناها؟ ماذا لو حصل عندنا انحراف؟ ماذا سنفعل في هذا الانحراف؟ هذا معناه ان نتكلم عن منظومة تسمى منظومة الأداء. هذه المنظومة تحتاج مننا الى عملية قياس حتى نتأكد أن احنا ماشيين بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هنا تكمن أهمية المؤشرات أنها تدلنا أن احنا ماشيين بالطريقة الصحيحة وأن احنا جالسين نحقق الثمرة. هذه الثمرة اللي نريدها اللي يسمى الهدف، نحن نريدها أن تتحقق. إذا نريد أن نعرف هل فعلا حققنا الأهداف؟ سؤالكم، ماذا استفدنا من هذا النموذج؟ أسمع منكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا وسعداء باللقاء المتجدد. اليوم بلا شك النموذج مهم جدا، وانا اقول دائما عشان احقق المخرج النهائي بكفاءه وفعاليه اللي هو الاداء اللي مطلوب داخل المثلث، لابد اني ابحث عن عناصر رئيسيه سواء الاهداف او النتائج وتحديد الموارد. بلا شك انه تحديد الاهداف لها مدخلات وعمليات ومخرجات، وايضا تحديد النتائج ايضا لها مدخلات وعمليات ومخرجات، وتحديد الموارد نفس الكلام، فكلها مرتبطة مع بعض بشكل أو بآخر تحقق السيستم أو النظام كامل، يحقق في الأخير الأداء المطلوب اللي يبحث عنه التميز في المؤسسة بشكل عام. يا سلام، شكرا لك كل شكر. في مداخلة تفضل شاركونا. تفضل شاركونا. من عنده مداخلة؟ عفوا دكتور، ممكن بس تشرح لنا الانتقال من الأهداف إلى المعايير؟ بس فقط لغير النقطة يعني لما كنت موجود سنشرحها فيه وإحنا قليلين بس سنشرحها بإذن الله ما يهم. طيب إذا إحنا الآن وضحنا إن عندنا أهداف يجب أن تكون مكتوبة، موارد يجب أن تكون مكتوبة، نتائج يجب أن تكون محددة. طيب تعالوا بنا الآن نتقدم شوية كذا ونتحدث، هذا معناه إن نحتاج أن نقوم بعملية قياس، أن نقيس الآن هل نحن فعلا شغالين بطريقة صحيحة أم لا. هذا الأمر يحتاج مننا أن نبدأ نوضح. هنا أيها الأحبة يكمن علم يدعم علم الإدارة وهو علم الإحصاء. علم الإحصاء هو علم أيها الأحبة زي علم المنطق. علم المنطق نعرفه بأنه علم سيال. علم سيال يعني بمعنى أنه علم يدخل في كل العلوم ويخدم كل العلوم. فعلم المنطق أيها الأحبة مثل علم الإحصاء. علم الإحصاء أيها الأحبة أيضا هو علم سيال سيدخل مع كل العلوم وخاصة العلوم الإنسانية لمساعدتها على عملية القياس. فلما نتحدث عن مؤشرات الأداء فنحن سنتحدث عن عمليات علم الإحصاء، كيف نستطيع أن نفهم علم الإحصاء. هذا العلم أيها الأحبة علم الإحصاء تعريفه، علم الإحصاء هو العلم الذي يدرس كيفية جمع وترتيب وتنظيم وتلخيص وتحليل البيانات واستخلاص النتائج وتفسيرها بهدف الوصول إلى نتائج مقبولة وقرارات سليمة. مدام عندنا أداء وفي أهداف
وفي موظف كلفنا كما لاحظنا قبل قليل، وهناك نتائج نبغاها نحصل عليها. إذن لابد أن يكون لدي شيئا ما أستطيع من خلاله أقيس هل فعلا هذا تحقق. هنا سيكون عندي علم الإحصاء. فعلم الإحصاء هو علم اتخاذ القرار في ظل عدم التأكدية. أحبتي الكرام، البعض يسأل عن الأهداف وعلاقتها المؤشر. أرجو أن ترجع لموضوع الأهداف. نحن الآن هنا في التقييم، التقييم سنتحدث عن المؤشرات. الحديث عن الأهداف وشرح الأهداف بالتفصيل سيؤثر علينا هنا في شرح من التقييم. إحنا عندنا ساعتين، صعب أني أجيب علم الإدارة وأضعه كله سوا، فأنا أعتذر منكم. ارجعوا للأهداف وأنواع الأهداف. أنا هنا سنتحدث عن كيف نقيس هذه الأهداف، ليس أنواع الأهداف وتفاصيل الأهداف وطبيعتها. ارجع للOKR، ارجع للخطة التشغيلية، ارجع لبناء الأهداف. فصلنا فيها بشكل كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تعودوا لها. إذا لاحظوا معي، علم الإحصاء علم يدرس كيفية جمع وترتيب وتنظيم وتلخيص وتحليل بيانات واستخلاص النتائج وتفسيرها. طب السبب عشان نستطيع أن نصل لنتائج مقبولة، نقيس إحنا فعلا تحققنا أم لا. هذا العلم يعرف أيضا علم الإحصاء بأنه علم اتخاذ القرارات في ظل عدم التأكدية. بمعنى هذا العلم أيها الأحبة، لدينا بيانات ستحصل عند الأداة، هذه البيانات سنقوم بعملية جمعها، تبويبها، عرضها، وصفها، تحليلها، تفسيرها. فلما نأخذ هذه البيانات كلها سنحصل الآن عندنا على مجموعة من البيانات. هذه البيانات ستساعدني أني أتخذ القرار المناسب. إذن الهدف من علم الإحصاء هو عبارة عن عملية اتخاذ القرار المناسب. طيب لو سألتك سؤال، ما الهدف من مؤشرات الأداء؟ الهدف من مؤشرات الأداء هو اتخاذ القرار المناسب ليساعدنا على عملية التأكد. هل إحنا ماشيين صح؟ هل نحتاج أن نقوم بالتحسين؟ هل نحتاج أن نعدل؟ هل نحتاج أن إحنا نحسن أكثر؟ ماذا نحتاج؟ إذن علم الإحصاء هذا هدف، وهدفه يساعدنا في عملية الاستقصاء. طيب هذا العلم الإحصائي والأحبة كما قلنا هو علم يبحث في الأساليب المختلفة لكيفية جمع البيانات وتبويبها، ترتيبها، تنظيمها، وبالتالي هو العلم اللي بيقول لك الهدف تحقق أم لم يتحقق. طيب على هذا الأساس في علم الإحصائي والأحبة، علم الإحصاء هدفه الوصف، يصف الظاهرة، يقوم بعملية وصف ظاهرة ما، هذه الظاهرة لماذا حصلت، يقوم بعملية الوصف، تبويب، تصنيف، تلخيص، أيضا يساعدنا في البحث العلمي عن الظاهرة، يساعدنا في تفسير الظاهرة، ما علاقة السبب بالنتيجة، يساعدنا التنبؤ هل إحنا ماشيين صح ولا عندنا اختلالات، سيساعدنا على التحكم والضبط هل إحنا ماشيين بطريقة صحيحة أم لا. ولذلك علم الإحصاء يسمى يعني باللغة الإنجليزية معناه أنه الولاية، يعني معناه أني أنا الآن أقول هل عندي الآن فعلا حكم لهذا الإجراء حصل معنا بشكل صحيح أم لا. هذا علم الإحصائي والأحبة سينقسم إلى قسمين، وهذا هو السر في موضوع المؤشرات. يعني لو قلت لي الوصفة السحرية في المؤشرات سأقول لك هنا تكمن. العلم الإحصائي ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. وبعد ما أشرح هذا الجزء أسأل سؤال ماذا تعلمنا. لاحظوا معي، علم الإحصائي والأحبة سينقسم إلى جزئين. النوع الأول لدينا علم إحصاء يسمى علم الإحصاء الوصفي، هذا نقوم فيه بعملية وصف الظاهرة. علم الإحصاء الوصفي نركز فيه على ما الذي يحدث، ماذا يتم، إيش الإجراء اللي حصل عندنا. فهو عبارة عن أسئلة تجيبنا على ما الذي تم. هنا هذا العلم يهدف إلى تجميع المعلومات، البيانات، دمجها، ترخيصها، عملية ترتيبها. فنأخذ هذه المعلومات ونقوم بعملية وضعها على شكل رسومات. هذه الرسومات تساعد أيها الأحبة في علم الإحصاء الثاني اللي اسمه علم الإحصاء الاستدلالي. إذن عندنا علم الإحصاء الوصفي سيكون عنده الوصف الجدولي، ما الذي حصل، ونضع أيضا وصف رقمي، نحول البيانات الوصفية إلى بيانات رقمية في علم الإحصاء الوصفي. علم الإحصاء الاستدلالي نحن نقدر ما الذي تم ونقوم بعملية اختبار الفروض حتى نقوم بعملية الاستدلال. يعني مثلا فلنقل مثال، عندنا أيها الأحبة مطعم، وهذا المطعم عنده انخفاض في نسبة المبيعات. علم الإحصاء الوصفي يقوم بعملية استقصاء، ما الأسباب التي أدت لوجود انخفاض المبيعات، كم نسبة المبيعات مقارنتها بنسبة المبيعات السابقة، كم نسبة المبيعات المستهدفة، ثم وضع هذا كله على شكل جداول، ثم وضع هذا كله على شكل رسمات، ووضع مؤشر، هذا المؤشر يقيس مستوى المبيعات. ثم يأتي علم الإحصاء الاستدلالي لعملية البرهنة على أنه فعلا قدرنا الأداء أين كنا وأين أصبحنا، ثم نقوم بعملية وضع الفروض للحلول لتكون بعملية نحن كيف سنحسن الأداء. إذن عندنا نوعين من علم الإحصاء، علم الإحصاء الوصفي وعلم الإحصاء الاستدلالي. سؤالي لكم، ماذا استفدنا من هذا الأمر؟ تفضل شاركونا. أي دكتور، بلا شك أن اليوم علم الإحصاء أصبح مطلوب في كافة منظومة العمل الموجود، لأنه فعلا هي أداة من الأدوات المهمة جدا
تبين لك مدى مقدار النجاح والفعالية، إضافة لذلك أنه يعطيك اتخاذ القرار بشكل أو بآخر. ويمكن هذا يرجعنا للقاعدة اللي القاعدة الذهبية في قياس الأداء اللي موجودة. هذه اثنين، يعطيك الأهداف، أهداف الظواهر أو تفسير الظواهر، وصفها وتشخيصها والتعرف عليها والتنبؤ بها كعوامل مستقبلية، ثم تأتي عملية صياغة الضبط والتحكم حتى لا تتكرر مرة ثانية. فأنا أعتقد أن الإحصاء مطلب ضروري في كافة مجالاتنا، وليس في البحوث العلمية التي تدرس في الجامعات. يا سلام عليك، قبل على راسك على هذه المعلومات الرائعه. اذا لاحظوا معي احبتي الكرام، عندنا شخصيتين ستكون داخل المنظمه عند عمليه اتخاذ القرار. لدينا شخص اسمه صانع قرار. هذا صانع القرار هو الموظف الذي يشتغل يوميا والمكلف بالمهمه. دوره انه هذا الشخص الان قد يكون مرؤوس، يقوم بتنفيذ المهمه. صانع القرار هذا المفروض يتعامل يوميا مع الاداءات، وعندنا شخص اسمه متخذ قرار. فالمفروض ان في تقارير، هذه التقارير سترفع من صانع القرار الى متخذ القرار. هذه التقارير قد تظهر على شكل صوري، وهذا ما نسميه مؤشرات الاداء. اذا الاساس في مؤشرات الاداء انها عباره عن تقرير، لانه هذا من علم الاحصاء. علم الاحصاء الوصفي سيساعد الان على وضع التقرير بطريقه الاحصاء الاستدلالي عشان يساعد متخذ القرار في انه يتخذ قرار صحيح، ان المنظمه ماشيه بالطريقه الصحيحه. طيب يا احبتي الكرام، اذا صانع القرار اللي هو الآن الموظف، سنقوم بعملية الآن تدشين مؤشر. هذا المؤشر نسميها إدارة مرئية، يعني عبارة عن رسمة. هذه الرسمة تساعد متخذ القرار بسرعة أن يتتبع الأداء، هل الأداء صحيح أم الأداء في انخفاض، حتى يقوم بعملية التحسين. بمعنى لو أن صانع القرار قام بالخطأ في عملية إعطاء التقرير أو المؤشر، معنى ذلك أنه متخذ القرار سيتخذ قرارات قد تكون مالها خاطئة، بناء على المعلومه التي مررت له معلومه غير صحيحه. ولذلك عندنا تذكروا الشيء التالي، ان المؤشرات الهدف منها الاساسي هو اتخاذ قرارات تحسينيه. فعندي دائما في المؤشرات، انا عندي الان ظاهره، مشكله تحصل، مشكله جديده او موجوده في البيئه، هذه الظاهره اللي حصلت، صانع القرار قام بعمليات جمع وتبويب وعرض ووصف وتحليل وتفسير البيانات. فصانع القرار يقوم الان بالاحصاء الوصفي، وقام بعد ذلك بصياغه هذا كله في شكل تقرير. هذا التقرير قد يكون شفوي وكتابي وقد يكون مرسوم. هذا التقرير ايها الاحبه تقرير نسميه الان علم الاحصاء الاستدلالي. سيقدم هذا التقرير لمن؟ لمتخذ القرار، للمدير العام، عشان يقيم الموقف ويتخذ قرار مناسب او غير مناسب، وبناء عليها سيقول هل استمر في الفعل ولا اغير في الفعل. هذا سيكون له تاثير كبير جدا على حياه الاشخاص والموظفين والعاملين. قد يشعر متخذ القرار احيانا انه المؤشرات التي قدمت له ليست صحيحه، فقد يقوم بعمليه طلب مراجعه هذا، ويطلب مره ثانيه بحث ميداني، اي النزول الميدان وعمليه الاستقصاء. ولذلك احبتي الكرام، لما يكون عندنا مؤشرات اداء مضلله، فمعنى ذلك نحن نضلل المسؤولين فوق. هذا نوع من الخيانه، انت تضلل المسؤولين فوق، ضللهم فعلا، تعطي معلومات خاطئه قد تؤدي الى اتخاذ قرارات خاطئه. لماذا؟ لانك انت لما رفعت المؤشرات رفعتها بشكل خاطئ، وهذه إشكالية كبرى أيها الأحبة. أذكر مرة من المرات حصل معنا الشيء التالي، أنا عندي مؤسسة سوي تقنية معلومات، ونقوم ببناء أنظمة إلكترونية لبناء المؤشرات الأداء. أذكر مرة من المرات أن إحنا ركبنا نظام إلكتروني لقياس مؤشرات الأداء لأحد المنظمات، وبعدين ما شاء الله كانوا مبسوطين بالنظام وكل شيء ممتاز، وسافرت أنا إلى خارج السعودية، فجاني اتصال من هذا المدير الإدارة قال لي أبغاك تجي ضروري. اتصلت على الاخ المبرمج قلت له في مشكله في النظام؟ قال لا. قلت له ايش الحاصل؟ قال لي الحاصل ان هم منزعجين ان لما طلعت نهايه الشهر التقارير طلع ادائهم ضعيف. قلت له ليش طلع ضعيف؟ ولا شيء، احنا مركبين مؤشر. ارجو ان تنتبهوا ايها الاحبه، تذكروا الشيء التالي، ها ساقول عباره ودائما تذكروها، المؤشر يؤشر، المؤشر يؤشر ولا يفسر، ولا يفسر. الأهداف والمعايير والمعايير، تمام، والأداءات والأدلة والأدلة والشواهد هي ما يفسر. يعني لا نظلم المؤشر، المؤشر فقط ماله دور انه فقط يؤشر ايش اللي حصل، لكن المعايير والأهداف والأدلة والأداءات اللي انت وضعتها هي اللي راح تفسر. قلت له يعني كيف؟ اللي والله هم أداهم طلع ضعيف، هو احنا اعطينا مؤشر وقاسه. اخذت نفسي ورحت للرجل مدير الاداره، اول ما دخلت عنده قال قفلوا الابواب، قفلوا الابواب، بقينا انا وحدنا. ايش اللي سويته فيه؟ ايش اللي سويت طال عمرك؟ في شيء؟
قال يا اخي انتم سويتوا لنا مؤشر وقلت روح كلم وكيل الوزاره عشان يطلع عليها. قلت له طيب ايوه ايش فيها؟ قال احنا طلعنا ضعيف. طيب يعني هذه مش، قال انا ابغاك الان توريني، لازم يكون عندي شاشه انا ادخل واحط الارقام. قلت له كيف تحط الارقام؟ انا عندك معامله صدرت يطلع انه صدرت معامله. قال لا يا اخي احنا اول كنا نصدر 500 معامله في اليوم، الان طلع فقط نصدر 61 معامله. قلت له كيف تصدر يعني احنا خفضناها؟ احنا نقيس معادله صدرت اخذنا من الصادر الورد رقمها وتاريخها. قال ايوه بس هذا يوضح ان حجم عملنا صغير، من كيف نجيب احنا موظفين؟ كيف نجيب ميزانيات؟ هذه اشكاليه. المؤشر يؤشر لا يفسر. المؤشر يؤشر، مؤشر حلاوته انه المفروض انه نظام الكتروني مستقر يعطي ماذا؟ معلومات. هذه المعلومات مفروض انها تتخذ اللي عليها قرارات، نتوسع، نضيف، نسوي ميزانيات، نوسع فرع، ما نوسعش فرع، وبالتالي هذه خطوره المؤشرات. اذا احبتي الكرام، نحن نتكلم عن عمليه في الاساس هي عمليه اعطاء تقرير، هذا التقرير سيبنى عليه عمل. ولذلك هنا عندنا مجموعه من المفاهيم التعريفيه بمؤشرات الاداء يجب ان تكون واضحه حتى نستطيع ان نفهم ماذا نتحدث عن المؤشرات. في المؤشرات ايها الاحبه نحن لا نتحدث عن شيء نتجمل به، اذا جانا ضيف او زائر نورين عندنا مؤشرات، او طلبوا والله الوزاره فوق طلبوا مؤشرات لازم يكون عندنا مؤشرات، نحن لا نتكلم عن هذا. نتحدث ايها الاحبه عن طريقه معياريه لقياس الاداء وتحسين الاداء ورفع تقرير لقياس ما الذي تم تنفيذه، وبالتالي نتحدث عن عمليه، هذه العمليه نتكلم عن قياس ما تم تنفيذه، هل فعلا حققنا ما نريده؟ هل فعلا نحن موجودين فيه؟ اذا عمليه القياس سيكون فيها الشيء التالي، يراد بتقييم قياس الاداء مجموعه من الانشطه المنظمه المجتمعه بالنسبه استنادا الى مجموعه نتائج، وهذا معناه لابد ان نقوم بعمليه قياس ما الذي تم بالفعل، تم تماما دون تدخل بشري في عملية المقاييس رفعها وإنجاحها. ولذلك أحبتي الكرام هنا أيها الأحبة عندي الشيء التالي، عندي سيكون كلمتين أرجو أن تتذكروها، في عندي كلمتين سأقولها لكم تذكروها حتى نستطيع تكون عندنا موجودة دائما في عملية قياس الأداء. هذه الكلمتين أيها الأحبة إن شاء الله العرض قدامكم واضح والشاشة كبيرة. نعم يا دكتور واضح، بيض الله وجهك. طيب تذكروا عندنا أيها الأحبة كلمتين أساسية يجب أن تكون موجودة عندنا. الكلمة الأولى عندنا كلمة أيها الأحبة اسمها كلمة إنجاح، إنجاح التجربة. والكلمة الثانية عندنا كلمة نجاح التجربة. ما الفرق بينها أيها الأحبة؟ ما الفرق بين نجاح وإنجاح؟ كأن هذا الصوت إجراء. إنجاح إجراء. إجراء كيف إجراء؟ إجراء بتدخل مننا؟ إيه يعني نسعد نعمل على أننا ننجح هذا العمل. أيوة يعني إحنا تدخلنا ونجحنا. النجاح أين النجاح محصلة أو يعني هي العملية من نفسها ناجحة. أين يعني هنا عندنا عملية بنفسها ناجحة. حلو. طيب الآن لما نجي عندنا مؤشرات وهذه المؤشرات نتدخل فيها ونروح نرفع القيم، نزود القيم عشان يطلع شكلنا حلو قدام الجمهور وقدام الناس، هذا اسمه إنجاح ولا النجاح؟ إنجاح. هذا اسمه إنجاح. وبالتالي على فكرة يكتشف بسهولة جدا إن هذه الأرقام غير صحيحة. علم، إحنا نتكلم عن علم اسمه علم إحصاء، فبسهولة جدا يعرف إن العملية دي مالها غير صحيحة، لأن أنت مارست إنجاح والكلام اللي تقوله ما عندك شواهد فيه. حي الله الدكتور عبد الله وحي الله صاحب الصوت، استفقدناك. إذا لاحظوا معي. عندي الآن عملية، سنقوم بعملية الآن قياس الأداء، سنقيس، المفروض نقيس العملية كما هي، ليس أنك تدخل قيم من عندك، ليس تضيف قيم، احنا ما نبغى نتشخص قدام الجمهور، لا، نبغى نقيس الموجود. وللعلم أيها الأحبة اليوم تقدمت العلوم وأصبح حتى الزملاء كلهم متدربين، يعني أنت لو حطيت أرقام من عندك والله ستكتشف بكل سهولة إن هذه الأرقام غير واقعية، اكتشف ما هي حلوة في حقك، ما هي حلوة في حق إدارة كاملة حط أرقام وهمية، ما هي حلوة، لابد أن يكون عندنا قياس حقيقي لما تم. ثم بعد ذلك عندنا عملية اسمها عملية التقويم. التقويم معناه بناء القياس سنقوم بعملية التصحيح، ثم أيضا لابد أن ندير هذا الأداء، نديره حتى نستطيع أن ننجح. إذا عندنا الآن عمليات مؤشر الأداء أيها الأحبة مقياس، مؤشر الأداء ما هو إلا مقياس، لا نظلمه، هو مجرد مقياس، إذا أعطينا أرقام وأعطينا شواهد وأعطينا معلومات صحيحة هذا المقياس ستعطينا قراءة صحيحة. إذا مقياس الأداء هو عبارة عن مقياس يستند إلى معايير كمية أو نوعية يوفر فرصة للتحقيق من التغيرات التي حدثت في مختلف جوانب المنظمة. هذا المقياس أيها الأحبة يجب أن يعرف
بطريقة تفصيلية أن نعرف ما المقصود بكلمة مؤشر الأداء. ولذلك يعرف المؤشر الأداء كونه أي وسيلة للقياس يمكن الاستعانة بها في اتخاذ قرار وحكم موضوعي على حالة معينة. إذن الهدف من عمليات مؤشرات الأداء هو اتخاذ قرار. هذا المؤشر أيها الأحبة، عندنا نوعين من المؤشرات. هذه المؤشرات أيها الأحبة معظمها تعتمد على القواعد المحاسبية والاقتصادية والتقنية. إذا لما نقول نبغى نسوي مؤشر، بالعادة لابد يكون عندنا التقنية، لابد يكون عندنا قدرة على عملية مراقبة المؤشر. هذه المؤشرات لابد أن تنعكس على شيء اسمه الداشبورد. الداشبورد معناها لوحة القيادة الاستراتيجية، بحيث نستطيع أن نعرف ماذا سيتم. وللعلم فقط عندنا قاعدة سأقولها لكم، اكتبوها معايا: مؤشر واحد مثمر، مؤشر واحد قابل قياس، مؤشر واحد يقوم بعملية تحسين الأداء خير من غابة من مؤشرات وهمية، خير من غابة من كثير مؤشرات. والعلم فقط، كيف تعرف الإدارة دي ناجحة؟ لما تدخل تحصل عندهم مؤشر كلهم يعملون عليه، كل الإدارة تشتغل عليه، تقول والله هذا مؤشر ممتاز. لكن لما تجي عند الإدارة تلقى عنده كثير مؤشرات، ثم أنت خارج كذا تسأل أحد الموظفين على أحد المؤشرات تقول والله ما أعرفه، أصلاً ما شاوروني فيه، ما مر علي. إذن هذا ليس المؤشر المطلوب. ولذلك أحبتي الكرام، مؤشرات الأداء نستطيع أن نعرفها بالشكل التالي. ممكن نعرفها، إيفانش يعرفها بأنها مقاييس تساعد على فهم ما تقوم به بالنسبة للأهداف المحددة. أيضا يعرف، أيضا يعرفها بيرنارد، يعرفها بأنها مقاييس توفر أهم معلومات الأداء لتمكن منظمات أو أصحاب المصلحة من فهم ماذا كانت منظمة تسير على المسار الصحيح أم لا. أيضا يعرفها أورير بأن المقاييس التي يتم اختيارها والتي توفر الوضوح في أداء المنظمة وتمكن أصحاب القرار من التصرف في تحقيق النتائج. أعرفها أنا مقاييس كمية ونوعية توفر لنا بيانات ومعلومات إحصائية نتحقق من خلالها من التغيرات التي تحدث مختلف جوانب نشاط المنظمة، وتحدد لنا درجة التقدم ومستوى الإنجاز في الأهداف، وتوفر لنا إمكانية إجراء المقارنات المرجعية بغرض عملية التحسين المستمر. إذا ليس الهدف من المؤشرات هو أن نشخص المؤشرات، لا، الهدف الأساسي من المؤشرات أن نقوم بتحسين الأداء. ولذلك عندي تعريف تفصيل المؤشرات أكثر تفصيلا، لاحظوا معي هذا التعريف أيها الأحبة، وسأقوم بتفصيل هذا المؤشر، هذا الهدف لأهميته. ماذا أعرف المؤشرات أنا كمحمد العامري؟ أنا أعرف المؤشر تفصيلا بأن مؤشرات الأداء آلة قانونية للتنبؤ بالأداء تعصمه عن الانحراف، يعني تعصم الأداء عن الانحراف، وتساعد على حل المشكلات واتخاذ القرار الرشيد وتحسن الإنتاجية. ماذا تقصد بآلة؟ أقصد بآلة بأن أي مؤشر ما هو إلا وسيلة وليس غاية، هو قيمة قابلة للقياس توضح مدى فاعلية وكفاءة الأداء. كل آلة دائما لها مشغل، ولذلك لابد أن الشخص اللي يشتغل على المؤشرات يكون تم تدريبه. أيضا إذا أجريت معايير تشغيلية محكية دولية، إذا ما نسوي أي مؤشر لازم يكون عندنا أيضا كآلة لابد أن نراعي المؤشرات الدولية، تحتاج دائما لتحديث مستمر، دائما يجب أن نحدث ونحدث باستمرار. أيضا لماذا نقول قانونية؟ قانونية معناه أن تحكمها أن المؤشرات تعمل بقوانين ونظريات ومنهجية علمية. هذه المؤشرات أيها الأحبة تستمد قوانينها وفق علوم الإدارة والإحصاء وعلم النفس والاجتماع ومناهج البحث العلمي والمنطق والأتمتة والتخصص الفني للوحدة. أيضا قانونية لأن المؤشرات تعمل وفق قوانين نظرية الإدارة بالنتائج والأهداف. المؤشرات كميات تحكمها قوانين الفاعلية والكفاءة ومعادلاتها. المؤشرات هدفها الأساسي التنبؤ، تتنبأ بالانحرافات، وبالتالي هي تقدير لما يمكن أن تكون عليه المشاهدات أو الظواهر المستقبلية إذا لم تتغير العوامل المؤثرة في العملية المطلوبة. أيضا تساعد في التنبؤ، توضح لنا منهجية تجريبية. التنبؤ يساعدنا على معرفة خطة الصيرورة، نحن أين موجودين، أين سنسير. المؤشرات تعتبر أداة إنذار تساعدنا على الشعور بالمشكلة، نستشعر المشكلات. التنبؤ معناه الأداء عندنا هو عبارة عن القدرة على القابلية وامتثال الفرد والوحدة الإدارية لتنفيذ المهام، هو قياس على أساس التغير بين خط الأساس والمحقق والمستهدف. إذا عندنا خط أساس وعندنا ماذا تحقق وعندنا مستهدف. الأداء هو النتائج العملية التي تنتج من الفعاليات والإنجاز، لابد من قياس قبلي. هذا معنى الأداء، لازم نقيس قبلي ماذا حصل، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخطة ونضع المؤشرات، ثم نقيس تعدية تعصم عن انحراف. معناه تشير إلى أن الرقابة وهي الوظيفة الإدارية الأساسية التي المؤشرات تحتها، وبالتالي عندنا رقابة ستكون رقابة وقائية ورقابة علاجية تقيس هل نحن ماشيين صح ولا لا. أيضا تساعد على حل المشكلات، هدف أساسي للمؤشرات يقصد بمجموعات عمليات
حل المشكلات، استخدام النموذج العلمي والخطوات العلميه في حل المشكله، الشعور بالمشكله، تحديد اسباب المشكله، تحديد المعايير، ثم ايضا تعتمد على القدره على جمع المعلومات التفصيليه، لابد يكون عندك معلومات تفصيليه على الاداء، حل المشاكل يجب ان يراعي نطاق القيود، ايضا اتخاذ القرارات، الهدف الاساسي من عمليه المؤشرات اتخاذ قرارات، هذه القرارات تساعد على التصحيح، تساعد على التحسين، تساعد على فتح فروع، تساعد على ضم فروع، تساعد على توظيف ناس، اذا هذه عباره عن اتخاذ قرارات، هذه القرارات قد تكون قرارات مبرمجه، قد تكون قرارات غير مبرمجه، هذه القرارات يجب ان نعرف ما محل القرار، ما سبب القرار، ما غايه القرار، كل هذا المؤشر يجب ان يساعدنا في تفهيمه، ايضا المؤشرات يجب ان تكون تساعدنا في عمليه اتخاذ قرارات رشيده، القرار الرشيد ليس افضل قرار، ليس القرار الصحيح، بل هو القرار المناسب وفق الظروف، وفق الامكانيات المساعده عندنا، وفق الامكانيات المتاحه، هذا كله سيساعدنا في عمليه تحسين الانتاجيه، ولذلك المؤشرات عندنا، اما ان نرفع او نخفض، نرفع التسويق او نخفض التسويق، وبالتالي هي تعتمد على هذا الامر، وبالتالي هذا كله سيعتمد على الانتاجيه، الانتاجيه معناها الفاعليه زايده الكفاءه، وبالتالي نحن نتاكد هل احنا ماشيين بكفاءه وفاعليه ام لا؟ سؤالكم، ماذا استفدنا من هذا التعريف؟ ماذا استفدت الان من مفهوم مؤشر الاداء؟ اسمع منكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. فهمت أنه مؤشر الأداء يعني أداة تعتبر مهمة جدا بالنسبة للقيادة العليا، توضح حل العمليات والإجراءات وكل ما يحدث في الإدارة يكون يعني يتجه بالشكل الصحيح ونحو تحقيق الأهداف، أيضا يعني تضع للقيادة خط الطريق أو الطريق الصحيح في اتخاذ القرارات السليمة في مثلا التنبؤ للمستقبل، في كيف نحل المشكلات التي تكون داخل الإدارة، فلذا سياقتها بشكل دقيق ومحدد وواقعي يعني مهم جدا. يا سلام عليك أستاذة منيرة، أشكرك كل الشكر، لأن أي خطأ في عملية كتابة المؤشرات معناه تضليل للقائد في اتخاذ القرار، وبالتالي لابد أن يكون مشاركين فيها ذوي القرار عشان نتأكد أن احنا فعلا جالسين نصنع شيء صحيح. جزاك الله خير، شكرا لك. أيضا ماذا استفدنا، شاركونا. اي دكتور تفضل. انا اعتبر طبعا هو بلا شك انه اداء وسيله يحقق لنا الغايه يحقق لنا الاهداف بكافه شرائحها اللي موجوده، ولكن انا اعتبر ان اول شيء الاهداف هي موقعها مثل موقع الهيكل العظمي في جسم الانسان، هذه الاهداف. اما بالنسبه للمؤشر فانا اربطها بالعمود الفقري الذي يربط كل اواصر المنظومه والشركه ويعطيها القوه والاستمراريه ويعطيها القدره على النمو او العكس لا سمح الله في هذا المجال. يا سلام عليك. إذن عندنا الآن مجموعة مفاهيم، هذه المفاهيم يجب أن تكون واضحة لكل واحد سيدخل في بناء المؤشرات. أنا لابد أستعرض هذه المفاهيم مفهوم وأعرف عليها بسرعة، لماذا؟ حتى نوحد القناة. لماذا؟ حنا لما نشتغل بموضوع المؤشرات بعض الإخوة تكون هذه المصطلحات غايبة عنه، ولأن هذه المصطلحات تكون غايبة عنه يحصل عنده لبس في فهم الفكرة، خاصة اليوم كما قلت لكم تداخل المؤشرات في أكثر من مجال. هذه المفاهيم اللي سأقولها الآن هي جاية من علم الإحصاء، بمعنى هذه المفاهيم أصبحت الآن الناس المشتغلين بالمؤشرات متفقين عليها، ويجب أن تكون تعرف أن هذا نوع من الاتفاق والإجماع عليها. أولا عندنا أيها الأحبة، لدينا مفهوم أيها الأحبة، كلما اتفقنا على هذه المفاهيم كلما نجحنا أكثر. الهدف من هنا هو توحيد المفاهيم. أولا أنشطة المشروع هي عبارة عن مجموعة مفصلة شاملة للأعمال التي يجب تنفيذها، فلما نقول عندنا مشروع إذن لابد أن يكون له بداية له نهاية محدد. أيضا خط الأساس، خط الأساس هو القيمة الفعلية للمؤشر قبل البداية، وبالتالي هذا خط الأساس معناه أين كنا، كم آخر أداء عندنا. طيب إذا ما عندناش خط أساس سنستخدم حاجة اسمها المقابلة المرجعية، راح إدارة زينا تشبهنا، ما نروحش نجيب ناس أقوى مننا، احنا مثلا خلنا نقارن أنفسنا فنلندا، يا أخي لا تروحش يا أخي الأقوى منك، شوف اللي زيك، شوف اللي يشبهك، شوف اللي معاك نفس المستوى، نفس عدد السكان، نفس عدد الموظفين، نفس عدد العاملين، عشان يكون مقارن لك. إذا عندنا شيئين، نبغى نطلع خط الأساس، أما يكون خط الأساس نجيبه من التقارير الماضية، آخر شيء حصلنا عليه، أو نسوي حاجة اسمها البنش ماركينج اللي هي عبارة عن المقارنة المرجعية، نقيس أنفسنا مع جهة تشبهنا حتى نطلع القيمة الأساسية. طيب إيش فائدة خط الأساس؟ خط الأساس بيساعدنا نعرف أين كنا عشان نعرف لما سوينا المؤشر هل انتقلنا؟ هل تغيرنا؟ هل تطورنا؟ هل إحنا جالسين نتقدم أم لا؟ إذا هذا مفهوم خط الأساس. طبعاً أي تحريف في خط الأساس وإعطاء قيم وهمية في خط الأساس فهذا سيسبب عندنا مشكلة كبيرة في القياس. فهمتم؟ يعني مثلا جينا الان واحد من الزملاء شاطر
راح احط من عنده كم يا خط احط 150. بعدين جينا نشتغل لقينا انفسنا جالسين نجيب 75، صار عندنا انحراف. الحراف هذا مو حقيقي، انحراف اصلا من الزميل لما حط خط الاساس ايش كان يبغى يسوي؟ كان يبغى يتجمل، يبغى يوريهم ان احنا شغالين، شوف احنا شغالين. تقول له يا اخي خط الاساس، انتبه خط الاساس اين كنا، اين كنا، لازم يكون منطقي عشان لما نقيس نقيس شيء منطقي، فلازم ننزل ميدان ونجيب خط الاساس حقيقه. طيب عندنا مصطلح اخر تدرج الاستراتيجيه، معنى ذلك ان احنا لما نسوي استراتيجيات دائما ستكون عندنا خطه استراتيجيه، بعد ذلك خطه تنفيذيه، بعد ذلك عندنا خطه اسمها خطه ربعيه، ثم بعد ذلك عندنا خطه اسمها خطه تشغيليه. اذا عندنا اربع انواع من الخطط ستكون موجوده، لابد ان تبنى هذه التخطيط، واذا لم تكن موجوده ارجع لها فين؟ الى التخطيط، تحدثنا عنها. اجنده التغيير ماذا تعني؟ عندما نبني مؤشر وكتبنا مؤشر فقد يحصل عندنا ان هذا المؤشر يحتاج الى تحسين، اي ان نرفع القيم، هذا يسمى اجنده التغيير، نسوي طلب اسمه طلب تغيير ونرجع نرفع القيم، ما ينفعش ندخل كذا مباشره ونقوم نرفع القيم، لا، لازم نسوي حاجه اسمها طلب تغيير عشان نعرف تغييرات. كريم، كريم معناه هو عباره عن منهجيه تستخدم في معرفه هل هذا المؤشر جيد او غير جيد، يعني عباره عن طريقه منهجيه نعرف بها المؤشر اللي كتبناه ممتاز ولا لا، تراعي الوضوح، اهميه المؤشر، القيمه المضافه اللي يقدمها المؤشر، الكفايه، قابليه الرصد. ايضا لوحه المؤشرات او نسميها دائما داشبورد، دائما استخدم هذا المصطلح، هي عباره عن لوحه، شفتوا لما تدخلوا عند المدير وش نحصل قدامه؟ جهاز كمبيوتر، عاد تشوف تطل كذا على جهاز الكمبيوتر تلقاه طافي، وحين تلقى عنده شاشه بلازما كبيره، هذه البلازما الكبيره ايش فيها؟ حط عليها قناه اخباريه، تقول لا يا اخي هذه المفروض ما صرفتها الدوله عشان تحط عليها قناه اخباريه، هذه تحط عليها الداشبورد. ايش داشبورد؟ مجموعه مؤشرات تعطي بسرعه تفاعل، ما الذي يحصل اليوم؟ مؤشرات ماليه، مؤشرات اداريه، مؤشرات على العمل، هذه المؤشرات كلها تعكس هنا، واهم المؤشرات اللي تنحط قدام المدير عشان يقوم بمراقبتها، تسمى لوحه الداشبورد او نسميها لوحه القياده الاستراتيجيه. تقرير قائم على البيانات، بمعنى انه اي تقرير، اي مؤشر مفروض يكون قائم على عمليه البيانات، بمعنى لو كان عندنا خطا في البيانات فالتقرير او المؤشر سيكون ماله خاطئ، لان المؤشر لا يخطئ، المؤشر يقرا البيانات، البيانات هي الخاطئه. ايضا عندنا ايها الاحبه التكرار، نقصد بالتكرار هل انت كل مره وانت جالس تقيس هل تريد ان تكرر، بمعنى تريد ان تحصل على نفس النتيجه، تكرر نفس النتيجه، وبالتالي عندك القيم هنا لابد هذه القيم ان نحدد هل هذا التكرار يومي، هل تبغى نقيس مدة 3 شهور، نقيس 4 شهور. نموذج الحوكمة تعني أنه لابد أن يكون عندنا هيكل إداري، لابد يكون عندنا أدوار، مسؤوليات، تقارير، جداول زمنية، نظام في الحوكمة في المؤسسة. المعمل الأفقية تعني أن نكون اتفقنا داخليا في كل الإدارات. المبادرات، المبادرات ليست مشروع، المبادرات هي الفكرة التي تسبق عملية تنفيذ المشروع، يعني فكرة عندنا موجودة، تذكروا لما كان نكتب معروض ونقدم معروض على المدير، نسوي مبادرة معناها قدمنا معروض، إذا قبل دروس الجدوى صار مشروعا. عندي أيضا مؤشر الأداء الرئيسي، نقول مؤشر الأداء الرئيسي هو معناه معيار له معادلة قابل القياس بالأرقام، هذا يرتبط ارتباط وثيق بأهداف المنظمة خاصة التشغيلية. مؤشر الأداء الرئيسي يشتغل مع المؤشرات الاستراتيجية. ما معنى كلمة رئيسي؟ أي أن هذا الذي يحرك الأداء هو اللي يوضح المستهدف الخاص بالأداء. عندنا رمز المؤشر، أحيانا لما نكتب مؤشرات تكثر علينا مؤشرات، فقد نضع لكل مؤشر رمز عشان نرجع له نعرف هذا المؤشر كم رمزه. ايضا عندنا وصف المؤشر، هو عباره عن تعبير شامل مفصل يوضح لنا ماذا تم في هذا المؤشر، كيف نستطيع ان نفهم هذا المؤشر بشكل عام. ايضا عندنا معادله المؤشر، هي معادله رياضيه توضح طريقه حساب مؤشرات الاداء، وهذه المعادله هي اهم نقطه ان تكون مكتوبه المعادله بطريقه صحيحه. مالك المؤشر هو الشخص المسؤول العام عن المؤشرات، هذا الشخص هو المسؤول الكبير عن هذا المؤشر وعن الاداء. فإذا حصل عندنا مسؤولية نقول هذا المسؤول عنه، احنا عندنا شيئين، المساءلة والمسؤولية، هذا الشخص اللي يسأل عن المؤشر. أيضا عندنا أيها الأحبة مؤشرات النتيجة، عادة مؤشرات النتيجة هي النتائج اللي ستظهر، تكون موجودة على مستوى مجلس الإدارة، تكون موجودة على مستوى الإدارة العامة، فتوضح لنا ما النتائج اللي سنحصل عليها عندما تتحقق مؤشرات الأداء الرئيسية. إذا هذه مؤشرات توضح لنا النتائج، عادة تكون موجودة عند المدربين. عندنا المؤشرات المسببة، هذه المؤشرات المسببة هي مؤشرات لتدل على الأعمال، على التنفيذ، ماذا نحن عملنا، تقيس المدخلات لا تقيس المخرجات، تركز على ما الذي يجب أن نفعله حتى نستطيع أن نحقق المخرجات.
وثيقة اختصاص الجهة هي عبارة عن وثيقة تؤكد أن هذه الجهة هي التي عندها بطاقة وصف خاصة بها، أن هذه الجهة هي المسؤولة عن هذه المؤشرات وعندها صلاحية العمل على هذه المؤشرات. أيضا معلم رئيسي، عادة لما نكتب المؤشر لازم نسوي معلم رئيسي يدل أنه فعلا هذا المؤشر تم قياسه بالطريقة الصحيحة، يدل أن هذا الأمر انتهى بمشروع وقت محدد في وقت معين. فالمعلم معناه هو عبارة عن شيء يدل لك أن هذا الموضوع انتهى خلاص خلصنا. رمز الهدف هو الرقم التسلسلي المحدد لكل هدف، أخذ أكثر عندنا الأهداف فنظر رمز لكل هدف. أيضا عندنا وصف الهدف هو عبارة عن بيان تفصيلي يوضح لنا ماذا نريد أن نحقق في هذا الهدف الاستراتيجي أو الهدف التنفيذي أو الهدف التشغيلي. مالك الهدف هو من المسؤول عن تحقيق الهدف، قد يكون رئيس الوحدة، قد يكون مدير الإدارة. أيضا نطاق قياس الأداء، أداة تستخدم لإدخال ومتابعة وعرض أداء المنظمة، عادة تعتبر هي عبارة عن إيش، نظام إلكتروني نستخدمه لعملية قياس الأداء. تقارير الأداء هي عبارة عن تقارير ربع سنوية تعرض أداء المنظمة، توضح ما الذي حصل في المؤشرات، ماذا تم في المؤشرات. عندنا أيضا أيها الأحبة مراجعة الأداء. مراجعة الأداء معناه أنه نحتاج إلى كل فترة أن نقوم بعملية وضع ورش عمل، هذه ورش عمل توضح لنا المؤشرات ومدى تقدمنا في المؤشرات، هل تحققت أم لا. باستر هي أداة لعملية قياس الوضع السياسي والوضع الاقتصادي، وسبق أن تحدثنا عنها في ثاني جلسة من جلسات التحليل. القطبية، قطبية معناها كل مؤشر سنتحدث عنه، هل تبغى المؤشر ده نتائجه تزيد أم تقل؟ يعني مثلا أعطيك مثال، اتجاه المؤشر عدد المواليد تحب أنه يزيد ولا يقل؟ عدد المواليد طيب على حسب توجه الدولة، حسب توجه عدد الوفيات، عدد الناجحين في المدرسة، عدد الراسبين في المدرسة يقل. إيه. إذا قلت يقل أصبح القطبية حقه سالبة، إذا قلت تبغى يزيد تصير القطبية حقه من موجبة. طيب إيش الأهمية، إيش أهمية القطبية؟ هذه القطبية لها علاقة كبيرة جدا بالنظام الإلكتروني، لأنه أنا كمبرمج أنا ما أعرف القطبية، أنت لازم تقول لي قطبيته إيجابية أم سلبية. محفظة الأعمال معناها تشير أنه قطاع معين كيف نستطيع أن نقيس أداء قطاع معين من قطاعات الوزارة. أيضا عندنا أيها الأحبة البرنامج، البرنامج معناه مجموعة مشاريع نريد أن نقوم بعملية قياسها. المشروع هو عبارة عن عمل مخطط له، له إطار محدد، له مواصفات محددة، له زمن محدد، معايير ضمان الجودة، كيف نتأكد أن هذا المؤشر دائما يحقق الأهداف. المخاطر معناه أن عندنا لما نضع جدول ونضع خطة إيش المخاطر المحيطة بعملية القياس، يعني قد يكون عندنا مخاطر خاصة بالفهم، خاصة بعملية العمل اليدوي اللي يكون موجود، فهذه نسميها من مخاطر. عندنا أيضا مصادر البيانات، من أين تستقي أنت بياناتك، من فين جبتها، من سجلات، من أين عملتها. مؤشرات الإحصائية، هذه المؤشرات الإحصائية هي تقيس فقط التحقق، لا تقيس المؤشرات الإحصائية، لا تقيس مستوى الجودة. مثال على ذلك أقول عدد المعاملات الصادرة، عدد المعاملات الصادرة لا يدلك على الجودة في العمل، هذا يدلك كم صدرت معاملة، فتعتبر مؤشرات إحصائية. تقيس مكان، تقيس عمل، عدد الموظفين اللي داوموا اليوم، هذه مؤشرات إحصائية، بالتالي ما تقيس لك مستوى الجودة. الهدف الاستراتيجي معناه ما الهدف الكبير اللي تريد المنظمة أن تحققه. تحليل الصوات معناه تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات داخل المنظمة عشان نعرف نحن أين سائرين. المستهدفات معناه ماذا تريد أن يتحقق قيمة رقمية، المستهدف معناه قيمة رقمية ماذا تريد أن يتحقق. مستوى الإنجاز المعتبر معناه ماذا تريد، ما هي الشيء اللي تقول لابد أني أنا أريد أستهدفه حتى أحققه، ما الخط الأحمر والأصفر بالنسبة لك بتقول لازم أحققه. تحديد الفئات معناه أنه حدد ما الأولويات، ما هي فئات العمل اللي عندنا، الجدول الزمني كم سيكون عندنا عمليات القياس. ثم بعد ذلك عندي التصنيف، التصنيف معناه أنا أقوم بتصنيف الأولوية في عملياتي. وحدة القياس معناه ما الشيء اللي تريد أن تقيسه، ما الذي تقوم بعملية قياسه. أنا مثلا لما أقيس الآن عدد الموظفين، هذه وحدة القياس موظف، عدد المعاملات وحدة القياس معاملة، المعاملة العمودية أنا أتأكد أن كل الإدارات تعمل بشكل عمودي من أعلى إلى أسفل، وبالتالي أسوي عملية إسقاط المؤشرات من مؤشرات نتائج، مؤشرات عندي أهداف غايات إلى أهداف عامة إلى أهداف مرحلية إلى أهداف تشغيلية، وأسوي معاملة أيضا من مؤشرات أداء رئيسية إلى مؤشرات أداء إلى مؤشرات نتائج إلى مؤشرات نتائج رئيسية. الوزن معناه أن أضع وزن لكل مؤشر لمعرفة مدى تأثير هذا المؤشر. عمليات التنفيذ الأمثل معناه التوازن في بطاقة الأداء المتزن، هذا سنتحدث عنها. أيضا إدارة المحافظ والبرامج معناه أن يكون عندنا إدارة لمتابعة ماذا تحقق. مالك المبادرة معناه من المسؤول عن من اللي قدم هذا العرض، من اللي قدم الفكرة،
النتائج معناه ما النتائج اللي نريد أن نحققها من البداية، ما المخرجات أنا من النتائج اللي نريد أن نحصل عليها بنهاية الأثر العملية، أنا ما هي إجراءات عملية القياس. كذلك أيضا هذا كلها مفاهيم لازم تكون موجودة في ذهنك حتى تدخل معنا الآن في الجزء القادم. أسألكم سؤال حتى لما استفدنا. والله يا دكتور حقيقة تبين لنا أن ليس الهدف بذاته المؤشر كأداة، بل الهدف هي دقة المعلومات، دقة صياغة الهدف. فأنا أحزن أحياناً في كثير من البرامج والدورات يبحثون عن المؤشر كأداة ولا يبحثون عن المعلومات الدقيقة، النجاح في الحصول عليها، النجاح في صياغة الهدف بطريقة صحيحة، لأن هذا الهدف هو الذي أعد له هذه الأداة. يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا لك. طيب معنى ذلك ان احنا الان بندخل شويه عشان نشوف كيف نبني مؤشرات الاداء. عشان نبني مؤشرات الاداء ايها الاحبه سنتعرف الان على الشيء التالي: سنعرف مصفوفه الاطار المنطقي ودورها في عمليه قياس المؤشرات، سنعرف ايضا تطور نظام متابعه النتائج، كيف نسوي النتائج على 10 مراحل، سنعرف كيف نقيم مدى استعداد المنظمه، كيف نحدد النتائج المتابعه، اختيار مؤشرات اساسيه لمتابعه النتائج، كيف نجمع القيم، كيف نستطيع نضع مستهدفات، كيف نضع جدول متابعة، كيف نحدد دور التقييم، دور التقييم النتائج، استخدام النتائج استدامة أفضل، كيف نقوم بتحديد هذا كله. بداية أيها الأحبة تذكروا دائما عملية تقويم الأداء، أي أداة تدخل معنا في الإنتاجية والكفاءة تركز دائما على تناسب النشاط مع الأهداف، الرقابة المالية والمحاسبية نتأكد فيها على مدى صلاحية الحسابات واللوائح لعملية القياس، كذلك أيضا الرقابة على الأداء معناها تركز على القيم الجدوى هل هذا موجود ولا، تقييم الجدوى الاقتصادية معناه احنا نتكلم عن مجموعة مفاهيم في عملية تقييم الأداء. ليس تقييم الأداء هدفا بذاته، بل هو عبارة عن حزمة تساعدنا في إصلاح الأداء. ليس الهدف ان احنا نصلح نقيم، نحن هدفنا ان نقوم الأداء، وبالتالي هدف عملية الصياغة. وبالتالي عندنا مجموعة قواعد، هذه القواعد نسميها القواعد الأساسية لتقييم الأداء. واحد، تحديد الأهداف، يجب أن يكون عندنا أهداف واضحة ومحددة ومتفق عليها في المنظمة. وضع الخطة الإنتاجية، يجب أن تكون خطة الإنتاج واضحة ومتفق عليها. أيضا تحديد مراكز المسؤولية، ارجعوا للتنظيم شرحنا مراكز المسؤولية. تحديد معايير الأداء OKR، نحدد ما هي مقاييس النتائج. مجالات استخدام مؤشرات الأداء يجب أن تكون محددة. تطوير الثقافة التنظيمية، هذا كله يجب أن يكون محدد حتى نبدأ ندخل على عملية المؤشرات. وبالتالي أحبتي الكرام هناك فلسفة نسميها فلسفة القياس. في فلسفة قياس الأداء يجب أن يكون عندنا الشيء التالي: فلسفة قياس الأداء أولا تعتمد على أداء الأفراد في وحداتهم التنظيمية، أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسة العامة للمنظمة، أداء المؤسسة في إطار البيئة الخارجية، أداء المؤسسة في إطار البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. العملية ليس فقط أن نكتب مؤشر ونقيسه، بل نحن نريد أن نعرف مدى مقدار قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها في ظل المتغيرات التي تحدث بالمؤسسة. وبالتالي أحبتي الكرام أهمية المؤشرات أنها تساعدنا المؤشرات على ماذا؟ تساعدنا على رصد الأداء بشكل منتظم، تساعد في إعطاء إنذار مبكر عن مشكلات، توفر معلومات كفاية وفاعلية للأداء، أيضا تساعد المديرين والموظفين على فهم مراقبة استراتيجية المنظمة، تساعد الموظفين على فهم ما هو مطلوب وتحمل المسؤولية، تقدم معلومات لأصحاب المصلحة وصانعي القرار، مقارنة الأداء بالمنظمة بالأخرى بالمنظمات الشبيهة، تركز على اهتمام الموظفين على الأشياء الجوهرية، أيضا توفر أساس تحليل اتخاذ القرارات، ترشد استخدام الموارد البشرية والمالية، تقدر الجهود ومكافأة الإنجاز، توضح لنا ماذا يجب أن نفعله. مؤشرات الأداء أيها الأحبة من خصائصها أنها أولا خصائص المؤشرات تنشأ من فهم عميق لرؤية ورسالة أهداف المنظمة، ترتبط بأهداف المنظمة أولوياتها، تثير اهتمام أصحاب القرار وتنعكس على أداء المنظمة، بسيطة وواضحة وقابلة للقياس، أيضا متاحة وسهلة للحصول عليها لأن عملية جمع البيانات يكون بشكل غير مكلف، تكون مقاييس الشائعة الاستخدام قابلة، أيضا أن تكون متوازنة، أن تكون محددة العدد يسهل إدارتها. ما تحطليش يعني يا جماعة مرة رحت عند أحد الوزارات حاطين 186 مؤشر، 186 مؤشر، الحلو إنه شو ما فيش عندهم خطة استراتيجية ويسمونها منظومة مؤشرات الأداء. يا أخي ليش تسوي كذا في نفسك؟ ليش تسوي في نفسك كذا؟ يا أخي أنت الآن في قديك في القرن العشرين، ما ينفعش تستخدم هذه الأشياء عشان بس تبهر الناس، ليس إبهار، يجب أن تكون عندنا خصائص مؤشرات جيدة. طيب على هذا الأساس اعتبارات هامة حول المؤشرات، يجب أن يكون عندنا الشيء التالي: يجب أن تكون مؤشرات الأداء ليست غاية وإنما وسيلة،
والتعامل معها هو الأهم. أيضا ليس كل مقياس هو مؤشر الأداء، يعني مثلا مؤشر عدد المعاملات الصادرة هذا ليس مؤشر قياس أداء، هذا مؤشر إحصائي. ليس كل مؤشر أداء هو مؤشر أداء رئيسي. عندنا قاعدة تقول 10-80-10. إيش يعني قاعدة 10-80-10؟ عادة تذكروا عندنا 10 ستكون عند من؟ عند المدير العام فوق. 10 مؤشرات هي أهم شيء سيحتاجها في الوزارة، حطوها له على الداشبورد عنده، حطوها له على لوحة القيادة الإدارية. طب هذا المدير كم سيدير؟ عادة المدير يدير حتى 8، وبالتالي كل واحد من الموظفين سيكون هذا المدير تحته سيكون أيضا 8. بالتالي عندنا الآن 10-8-10. ليش؟ لأنه 10 تحته 8 موظفين، فكل موظف منهم سيكون عنده 10، سيطلع 10-8 بتصير 80 تحت كل موظف 10. إذن هذه قاعدة 10-80-10، بمعنى 10 مؤشرات أداء رئيسية، 10 مؤشرات أداء وأداء نتائج، و10 مؤشرات نتائج رئيسية. طبيعة الأهداف ووضعها لابد أن تكون مخطط لها اعتبارها كمؤشرات أداء. مؤشرات أداء، مؤشر أداء واحد غير كافي لإعطاء صورة متكاملة على الأداء، ولكن عدد كبير أيضا من مؤشرات غير عملي. إذن لابد يكون عندنا مؤشر إلى 3 عشان توضح لنا الأداء. كون مؤشر الأداء ذكي سمارت لا يعني بالضرورة أنه مناسب، لابد أن يكون مؤشر مناسب للأداء. المؤشر يجب أن يؤشر، ولكنه ليس بالضرورة أن يفسر. الشواهد، الأدلة اللي تشير. أيضا أيها الأحبة، أنواع المؤشرات دائما عندنا نوعين. هناك مؤشرات كمية، هذه المؤشرات تقيس من خلال يعني درجة معينة، وعندنا مؤشرات هي مؤشرات نوعية وصفية. هذه المؤشرات الوصفية يجب أن نعالجها حتى نحولها إلى مؤشرات كمية. إذن هذه المؤشرات النوعية الوصفية تستخدم للتفسير، لكن لابد أن نستخدم طريقة وأسلوب حتى نستطيع أن نحددها على شكل مقياس ليكارت عشان نقوم بعملية قياسها. وبالتالي عندنا الآن هذه المؤشرات ممكن تقيسنا المؤشرات عندنا نوعين. هناك مؤشرات نسميها مؤشرات قائدة تنبؤية. هذه المؤشرات أيها الأحبة هي المؤشرات المفروض نشتغل عليها. هذه المؤشرات أساسية، هذه مقاييس تقيس مستوى التقدم نحو الإنجاز. يعني مثلا أنا فلنقل أنا أريد أن أحصل على شهادة دكتوراه، مؤشرات لاحقة عندي الآن أني أنا سويت عملية الآن المناقشة، أسوي المناقشة. بس مؤشرات قائدة إن أنا أخلص أول شيء ماذا؟ البكالوريوس، أخلص ماجستير، أبدأ الآن في كتابة الرسالة، أبدأ الآن في عملية التسجيل في الدكتوراه. هذه مؤشرات قائدة. عادة أكثر المنظمات تلقاها تركز على المؤشرات اللاحقة اللي عبارة عن نتائج، وتنسى المؤشرات القائدة التنبؤية. المؤشرات القائدة التنبؤية هي اللي نسميها الكي بي آيز، هي اللي نسميها مؤشرات الأداء الرئيسية. المؤشرات اللاحقة نسميها مؤشرات نتائج، لأنها تلحق لعملية الأداء وليست داخل في الأداء. على هذا الأساس عندنا أنواع من المؤشرات في التنظيم. عندنا مؤشرات خاصة بالجانب الاستراتيجي، عندنا مؤشرات على المستوى التشغيلي، مؤشرات منتجات، مؤشرات خدمات، عندنا مؤشرات على مستوى المشاريع، عندنا أيضا مؤشرات على مستوى الموارد البشرية. المؤشرات ستكون مختلفة ومتناقمة داخل المنظمة. أيضا أيها الأحبة، أشكال المؤشرات قد تكون مؤشرات أرقام مطلقة مثل عدد الوفيات في حادث حريق حرائق سكنية، معدلات قد تكون معدل وفيات في حادث حريق سكني، النسب المئوية قد تكون، أيضا قد تكون عندنا الترتيب رتب، أيضا تصنيفات. لكن لابد في كل الأحوال أن تكون هذه المؤشرات قابلة لعملية القياس من خلال داشبورد. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، لدينا نظام، هذا النظام نسميه نظام المتابعة والتقييم المبني على النتائج. 10 خطوات حتى نستطيع أن نقيس المؤشرات ونقوم بجمعها. ما هذه العشر خطوات؟ هذا النظام أيها الأحبة هو نظام لمتابعة وتقييم النتائج بناء على أداء الإدارة، وحتى نستطيع أن نتابع كيف بنينا المؤشرات. أول خطوة عندنا في عملية البناء يجب أن نتذكر إن إحنا دائما نشتغل بطريقة العملية. عندنا مدخلات، عندنا أنشطة، ثم عندنا مخرجات. هذا الكلام نتكلم عنه لما نتكلم عن برونت لافي، لما يتحدث عن العملية. علم الإدارة كان زمان اسمه بحوث العمليات، ولذلك برونت لافي لما تكلم لنا عن مدخل النظم، لما يتكلم عندنا مدخلات أنشطة مخرجات، فنحن أيضا في عملية بناء المؤشرات لدينا مؤشرات للمدخلات ومؤشرات لعلاج الأنشطة ومؤشرات لعلاج المخرجات، للتأكد أنه كل شيء سيتم بطريقة ما صحيحة. على هذا الأساس أيها الأحبة، الأطراف ذوي العلاقة اللي يدخلوا معنا في بناء المؤشرات سيكونوا الإدارة العليا، مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، مدراء المشاريع وطاقم العمل، ممثلي الحكومة عشان يعرفوا يتخذوا قرار بناء عليها، المجتمع المحلي، المواطنين كلهم جالسين يتابعون موضوع من المؤشرات، الجهات اللي تعطيك منح
كل هؤلاء يجب أنك تعرف أن المساوي مؤشر، هذا المؤشر قد يكون مضلل حتى على المستوى الدولي، قد يكون مضلل، وبالتالي يجب أن يكون مؤشرنا متأكدين منه أنه صحيح، حتى لما نتناقش عليه نعرف المؤشر صحيح. في عملية المتابعة دائما تذكر أن المتابعة والتقييم مفهومين منفصلين. المتابعة أنا أتابع ماذا أنجز، التقييم أنا عبارة عن اختبار قد يكون لاحق، وبالتالي عندنا المتابعة أداة والتقييم أداة منفصلة. وخلال هذه الورشة يجب أن تعرف أنه كل واحدة منهم منفصلة عن الآخر. المتابعة أثناء التنفيذ أنا أتابع، التقييم في مرحلة ما راح أشيك وأسوي عملية القياس. المؤشرات المفروض أن تساعدنا في عملية المتابعة الدورية وتساعدنا أيضا في عملية التقييم. عادة تذكروا عشان يكون عندنا عملية متابعة جيدة، نظام المتابعة الجيد يجب أن يوفر لنا معلومات مهمة حول الأداء، يوفر لنا معلومات عبر الزمن كل شوية ماذا تقدمنا في المشروع، مصداقية، توفر بيانات صحيحة تساعدنا على التعرف على النتائج، يساعدنا على إعادة صياغة وتعديل الميزانيات، يساعدنا على تسليط الضوء على إنجاز النتائج، أيضا يساعدنا على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بشكل دوري، يساعد على تحديد الأهداف والغايات ما الذي أنجز منها، يؤهل مدراء المشاريع يتأكد أنه كل شيء ماشي بصحيح صحيح وأنه نقاط الضعف تجاوزناها، يساند برامج التنموية، يساعد على التزام الإدارة العليا لتحقيق أداء مماثل، وبالتالي كل ما كان عندنا نتائج أفضل نجحنا. لهذا الأمر أيها الأحبة نحن نقيس المؤشرات من أجل التأكد عن النتيجة. النتيجة هي التغير، هل تغيرنا بشكل جيد أم لا، هذا سيقودنا الآن إلى مصفوفة نسميها مصفوفة الإطار المنطقي. هذه المصفوفة ماذا تقول؟ تقول عندما نقوم بتنفيذ أي عمل فإحنا في العادة لدينا غايات كلية، نحول هذه الغايات كلية لأهداف عامة، الأهداف العامة نحولها لأهداف مخرجات، المخرجات نحولها لأنشطة، الأنشطة نحولها المدخلات. هذا ما نسميه عملية إسقاط الأهداف، أو ما نسميها عملية الآن نقول عنها عملية الإطار المنطقي للأهداف. وحتى نستطيع أن نقيس لابد أن يكون عندنا أيها الأحبة عملية قياس، وبالتالي حتى نقيس أي أهداف عندنا سلسلة سميها سلسلة الأداء. لدينا عادة أثر، هذا الأثر هو النتيجة الكبيرة المتحققة على الأداء نريد أن نحصل عليها. وعندنا أيها الأحبة حاجة اسمها نتاجات، ماذا سينتج بنهاية المشروع. ولدينا أيضا أيها الأحبة مخرجات، ماذا سيخرج عندنا في كل مرحلة في كل ربع من أرباع المشروع. وعندنا أيضا أنشطة، هذه الأنشطة ماذا سنفعل في كل مرحلة وربع من أرباع المشروع. وعندنا أيضا مدخلات، ما هي المدخلات اللي أنت تحتاجها حتى تستطيع أن تحقق هذه النتاجات. تذكروا الشيء التالي، عندي الآن هذه المرحلة أسميها النتاجات، هنا عندنا هذه المؤشرات تكون عندي مؤشرات نتائج، هذه تلحق بعد عملية الأداء. لكن الأداء أين سيكون؟ الأداء سيكون في النشاطات. إذا أنا ما حققت النشاطات ما راح يطلع عندي المخرجات، ما راح يطلع عندي الأداءات. ولذلك عندنا سننقسم المؤشرات إلى نوعين، مؤشرات أداء رئيسية ستقيس النشاطات، ومؤشرات نتائج ستقيس المخرجات والنتاجات والآثار. وبالتالي عندي الآن ستكون بالشكل التالي، لما نجيب أي مشروع سأقول ما الآثار العام اللي تبغى تحصل عليه، يعني كيف تقيس الآثار اللي تبغاها. عشان أتأكد من هذه الآثار يجب أن أعرف ما النتاجات، ماذا أريد أن ينتج عندي من المشروع. وبالتالي سأعرف عندي الآن ماذا خرجت من مخرج عندي دائما في كل مخرج مخرجات المشروع، ثم ما هي النشاطات، ماذا فعلت، ثم ما هي المدخلات اللي احتجتها حتى أستطيع أقوم بعمل هذا الأمر. ولذلك عادة أنا لابد أن يكون عندي بالشكل التالي، هذا عندي مشروع سأقول ما المراحل الموجودة عندي في مشروعي حتى أستطيع أقوم بعملية تخطيط مشروعي. هذا الكلام أخذناه فين؟ أخذناه لما كنا نخطط للOCGM. أرجو أن ترجعوا في الحلقة السادسة لما كنا نتكلم عن التخطيط بطريقة OCGM، قلنا أن عندنا أي مشروع راح نسويه سنضعه على شكل خطة طريقة OCGM وإطار منطقي، بحيث نحدد ما هي الأثر العام للمشروع، الغاية الكبرى، الهدف العام، الهدف المرحلي، الأهداف الإجرائية، عشان نستطيع أن نقوم بعملية تخطيط مشروعنا. كيف نكتبه؟ يجب أن يكون عندنا جانا الآن بهذه الطريقة. هذا عندي مثلا مشروع أنا أبغى أسوي الآن دليل إجرائي عشان أستطيع أرفع نسبة رضا العملاء عندي في المؤسسة. فقلت عندي كالتالي، الهدف العام، الهدف الغاية، الأثر الكبير عندي ارتفاع نسبة رضا العملاء. منه سيطلع عندي هدفين كنتاجات، بناء دليل إجراءات الخدمة العملاء، تطبيق دليل إجراءات. منه سيخرج عندي مخرجات، جمع عمليات الدليل، طباعة واعتماد الدليل، التدريب وتطبيق الدليل، قياس الأداء. عندي سيكون عندي نشاطات عبارة عن مجموعة نشاطات سأقوم بها حتى أستطيع أقوم بهذا العمل. على هذا الأساس لاحظوا معي، هذا الآن ما سيحتاجه المدير العام. المدير العام ماذا يحتاج؟ المدير العام يقول لا تدخلوني التفاصيل، أعطوني الغاية الكبرى. أنا أبغى ولد صالح، أبغى هدف غاية، أنا أبغى الأثر كبير.
هذا يكون عند من؟ المدير العام، رئيس مجلس الإدارة، الوزير، يقول يا جماعة لا تدخلوني، أعطوني في الداشبورد بس الأهداف الكبيرة، إيش الموجود عندي؟ وعندنا أهداف اسمها مدير إدارة، مدير إدارة عنده هدف عام، ماذا تريد أن يتحقق؟ وعندنا أهداف اسمها أهداف مدير مباشر، أهداف مرحلية، وعندي عند الموظف منفذ هذا عنده أهداف اسمها الأهداف الإجرائية. المفروض عندنا الآن ستبنى مؤشرات لقياس هذه الأهداف. فلاحظوا معي، عندي مؤشر اسمه مؤشر أداء رئيسي، عدت عددها 10. ليش؟ الموظف ممكن يصير عنده حتى 10 مؤشرات تتابع عليها في العملية ليقوم بها لأداء نشاط معين. وعندنا قد تكون عندنا مؤشرات أداء في الأهداف المرحلية حتى 80 مؤشر. ليش 80 مؤشر؟ لأن هذه مؤشرات مدير مباشر، عادة المدير مباشر ممكن يكون تحته أكبر عدد، قد يكون 8 موظفين، كل موظف عنده 10 ضرب 8 يصير 80 مؤشر. طيب مدير الإدارة، مدير الإدارة قد تكون عنده مؤشرات، سميها مؤشرات نتائج تصل حتى 80. ليش؟ أنه عنده عادة قد يكون 8 مدراء تحته، وبالتالي 8 في 10 يصير 80 مؤشر. وعندنا المدير العام يقول لك لا يا أخي في الداشبورد بس وريني كم، 10 مؤشرات. إذن على هذا الأساس سيظهر عندنا أن عندنا حزم مؤشرات ستبنى، هذه الحزم مؤشرات هدفها الأساسي هو قياس الأهداف. طيب على هذا الأساس ما الذي نحن نقوم بعملية قياسه في المؤشرات؟ ما نقوم بقياسه أيها الحبة في المؤشرات هو الشيء التالي، نحن نقيس المخرجات، نقيس هل فعلا حققنا، نقيس الأنشطة، نقيس النتاجات. وبالتالي عندنا نبغى نسوي مؤشرات، احنا ماذا نفعل؟ احنا نقيس هدف الغايه، الهدف الكبير من المنظمه هل تحقق؟ هذا الهدف الاساسي من المؤشرات، نقيسه بايش؟ بمؤشرات النتائج الرئيسيه. هذه المؤشرات النتائج الرئيسيه كي ريزلت تقيس لنا ما تقيس لنا المؤشر الكبير، الغايات الكبرى هل تحققت؟ مؤشر نتاجات هذه فيها الهدف العام للمشروع، احنا سوينا مجموعه مشاريع، مجموعه مبادرات حتى نحقق اهداف الغايه. وبالتالي هذه المؤشرات موجوده في التخطيط التنفيذي تقاس بمؤشرات النتائج، يعني هذه مؤشرات نتائج عند مدراء الادارات، رؤساء الاقسام عندهم مؤشرات مخرجات تقاس مؤشرات الاداء، وهذه عندنا الان نسميها مؤشرات اداء. مؤشرات الانشطه عند الموظف، هذه مؤشرات الاداء الرئيسيه سميها KPIs. إذا عندنا الآن مجموعة مؤشرات لعملية القياس، أرجو أن تلاحظوا أن الأهداف تقيس بها من المؤشرات. سؤال لكم قبل ما ننتقل من هذا اللوح، ماذا استفدت من هذا اللوح؟ تفضل شاركونا. حددنا ما الذي نريد أن نقيسه، أيضا عرفنا من المسؤول عن متابعة هذا القياس، مسؤولية من، أيضا حددنا الإدارات الجهات، أيضا ماذا نعير، ماذا نقيس وكيف نقيس. يا سلام، وحددنا أيضا المسؤول، كل واحد من المسؤول عن عمله. يا سلام يا سلام. إذا لاحظوا معي الآن، تفضل. كذلك دكتور، هي عملية بنائية تراكمية، وليست مجرد قفزات يتم مباشرة من تحديد الأهداف والغايات إلى الوصول إلى النتائج، وما بينهما هو ضائع بين المدير وبين الرئيس والمرؤوس. يا سلام عليك، يا سلام، يا سلام عليك دكتور. وهذا اللي هنتكلم عنه، المنقول هي بنائية، لابد الفريق كله يشتغل عليها. ايضا ايها الاحبه لاحظوا معنا على هذا الاساس، ايها الاحبه لدينا الان شيئين. المتابعه التقليديه، عاده اسلوب المتابعه التقليدي كانت تركز فقط على التنفيذ، تركز فقط ان عندنا مؤشر مطلوب منا نسوي مؤشرات، سوينا مؤشرات. هذه كانت اسمها اسلوب المتابعه التقليدي، بنوا لنا مؤشرات سوينا مؤشرات، اسمها متابعه تقليديه. المؤشرات تركز على المتابعه المبنيه على النتائج. ليش؟ نتكلم عن اداره اسمها الاداره بالاهداف، تسمى اسمها الجديد الاداره بالنتائج. هذه تركز على الشيء التالي، تركز على الاداره اللي تهتم بتنفيذ والتركيز على تحقيق الاهداف. لابد نتاكد الاهداف جالسه تتحقق، وبالتالي نجمع بيانات حول كفاءه وفعاليه الاداء، نوضح تحقيق الاداء المشروع. طيب بصوا معي، ساقول شيء واجري على الله، ها ساقول لكم شيء. هذه الاداره كان يكثر فيها ماذا؟ هذه الإدارة يكثر فيها عملية من؟ الإنجاح. الإنجاح باختصار، ها نقولها كذا بالبلدي، التطبيل. يعني إيش تطبيل؟ يعني أهم شيء لا تفضحونا، سووا مؤشرات كبيرة، سووا مؤشرات كبيرة، لأن الثقافة اللي عندهم كانت ثقافة إنجاح. أما هذه الإدارة الجديدة لا، هذه تركز على شيء مهم جدا يا جماعة، تركز على نجاح العملية. الهدف عندنا ما هو؟ نجاح العملية. الهدف عندنا إيش هو؟ الهدف عندنا هنا هو عبارة عن عملية التحسين المستمر،
الهدف عندنا أيها الأحبة الثقافة اللي عندنا هنا، ثقافة اسمها ثقافة الشفافية. عارفين الشفافية؟ يعني يكون احنا شفافين، مش لما ننتقد، ما تنتقد المدير، ما انتقدش يا حبيب المدير، انا ما انتقد، لا تورطني في المدير، انا ساتكلم عن اداء، هذا الاداء يبغى يحسن. اذا عندنا منهجيتين ستكون في عمليه تقييم الاداء. طب تعالوا نشوف كيف نستطيع استخدام الاداره المبنيه على النتائج، التقييم مبني على النتائج. عشان نسوي عمليه تقييم مبني على النتائج فنحن نحتاج دائما نسال الشيء التالي: من هي الجهه اللي ستزودنا بالمعلومات؟ ما مصدر البيانات؟ هل البيانات اللي تعطينا صحيح ولا لا؟ أيضا ما هي المعلومات التي يجب جمعها عن المشروع؟ هل إحنا سنتقدم بالطريقة الصحيحة؟ كيف سنقوم بعملية جمع المعلومات وتوثيقها؟ متى سنحتاج لعملية جمع المعلومات؟ متى؟ هذا كله يجب أن نسأله. ليش؟ عشان نتأكد البيانات اللي عندنا صحيحة وأن شغالين بطريقة فيها شفافية والبيانات اللي عندنا مش بيانات مضللة. مثل ذلك أن المتابعة الفعالة، مثلا عندي قوائم الحضور والغياب، تقارير الزيارات المدنية، تقارير نتائج الإنجاز، السجلات المختلفة، نبغاها تكون صحيحة ودقيقة. ليش؟ عشان نرفع تقارير من خلال معالجات، سنقوم بعملية معالجات عليها فنبني عليها تقاريرنا. لذلك أيها الأحبة إحنا نحتاج أن نقوم بالشيء التالي: التقييم المبني على النتائج يقوم على أولاً دراسة مدى ملائمة سياسة أو برنامج أو مشروع ومدى فاعليته ومدى كفاءته والتحقق من مدى القابلية واستمراريته. ثانياً تقييم مبني على النتائج يركز على الاستفادة من الدروس المكتسبة في عملية صنع القرار. التركيز مبني على النتائج يركز على التقييم في عملية التخطيط، هل التخطيط نفذناه صحيح أم لا؟ يساعد في بناء فهم مشترك للمشروع. لاحظوا كلمة مشترك معناه إدارة مشتركة، الكل سيشارك في عملية التقييم. التقييم مبني على النتائج أيها الأحبة دائما يبدا باسئله: سؤال لماذا يتم هذا الامر؟ ايش نبغى نسوي تغيير؟ كيف سنقوم بهذا الامر؟ سؤال ايضا: مدى الالتزام؟ هل عندنا التزام؟ هل عندنا حوكمه؟ هل عندنا شفافيه؟ هل هذا الامر موجود؟ هل عندنا خطه؟ هل تم الالتزام بالخطه؟ وبالتالي على هذا الامر سيكون عندنا 10 خطوات نسميها خطوات عمليه التقييم. اول خطوه عندنا تقييم مدى الاستعداد، هل منظمتنا مستعده لعمليه بناء المؤشرات؟ تقييم ايضا تحديد النتاجات، هل النتاجات الموجوده تم الاتفاق عليها؟ ايضا عندنا مرحله تحديد المؤشرات، نحدد المؤشر عندنا بشكل صحيح، ثم بعد ذلك جمع قيم المؤشر، هل جمع المؤشر تم بطريقه صحيحه؟ ثم بعد ذلك عمليه وضع القيم المستهدفه للمؤشر، ثم عندنا مرحله وضع نظام متابعه عشان نستطيع نتابع هذا النظام، نظام قد يكون الكتروني او غيره بحيث نستطيع نتابعه بشكل دوري، ثم عمليه التقييم، ان نقوم بعمليه تقييم النتائج، ثم عندنا عملية عرض النتائج، أن نعرض النتائج الموجودة، ثم بعد ذلك عندنا عملية استخدام النتائج في عملية العلاج وعملية التحسين، ثم عندنا مرحلة استدامة نظام المتابعة والتقييم. إذا أنا عندي الآن 10 مراحل مفروض أشتغل عليها في عملية قياس مؤشرات الأداء والعمل عليها. تعالوا نتعرف على كل مرحلة بشكل سريع كذا، نعرف كل مرحلة كيف تعمل. أول مرحلة عندنا، الخطوة الأولى، عندنا دائما تقييم الاستعداد. في هذه المرحلة تقييم الاستعداد أيها الأحبة يجب أن نتأكد هل المنظمة اللي عندنا فعلا مستعدة لتطبيق نظام مؤشرات؟ يعني هل تعمل هي بطريقة بروسس؟ هل تعمل هي بطريقة أنه عندنا شفافية؟ يعني باختصار هل جماعة عندهم خطة استراتيجية وخطة تشريعية وخطة تنفيذية وعندهم هيكل إداري وعندهم بطاقة توصيل وظيفي وعندهم عملية مراقبة؟ ولا الجماعة قفزوا للمؤشر بس؟ هذا اسمه تقييم الاستعداد. فلاحظوا معي في تقييم الاستعداد يقول دائما هذا الرجل، هذا الرجل أيها الأحبة يعني جوهان، يقول كالتالي: إعطاء جواب تقريبي على السؤال الصحيح أفضل من إعطاء جواب دقيق على السؤال الخطأ. أرجو أن تنتبهوا لهذه العبارة وخطورتها. ماذا يقول؟ أعيدها مرة أخرى: إعطاء جواب تقريبي على السؤال الصحيح أفضل من إعطاء جواب دقيق على السؤال الخطأ. سؤال: ماذا يقصد بالسؤال الخطأ؟ هل عندنا مؤشرات؟ والله ما أدري، لأن إحنا الهدف بالنسبة لنا مش واضح، أول شيء لازم نسوي الخطة الاستراتيجية. ايش عندنا خط سوي لنا مؤشرات؟ هم طالبين مؤشرات بس. هذا معناه انت رحت الان للجواب الخطا وجلست تعطي مؤشرات خطا عن شيء اصلا هو كان السؤال خاطئ. احنا ما عندنا اصلا خطه، كيف نروح نتجه للمؤشرات؟ لذلك يا احبتي الكرام في هذه المرحله يجب ان نقيم مستوى اداء المنظمه. اسال سؤال: هل هناك حاجه لوضع نظام للمتابعه والتقييم؟ من سيستفيد من هذا النظام؟ ماذا ينتج من بيانات المنظمه؟ لماذا تستعمل هذه البيانات؟ ماذا نريد ان نقيس؟ طيب ما هي التكنولوجيا؟ هل عندنا فعلا نظام الكتروني لهذا القياس؟ طيب هل اشركنا جماعه التقنيه معنا؟ طيب هل معيقات؟ ما المعيقات عندنا في القياس؟ ثم نبدا نقيم الان يا ترى القضيه الاولى اللي عندنا، هل هناك اهداف وطنيه، قوميه، قطاعيه يجب مراعاتها؟ هل اعطت وعود وسياسه ملزمه بتحسين اداء المنظمه؟ هل تشير بيانات استطلاع الراي المواطنين الى شيء محدد؟ هل هناك قروض او معونات مرتبطه باهداف محدده؟ هل توجد تشريع وقانونات؟ نقاط اخرى واهداف يجب
تجمع كل هذه البيانات ثم نبدأ نحدد. لا تقم دائما بمفردك، تذكر دائما لا تقم بعملية كتابة مؤشرات الأداء والعمل هذا بمفردك. يجب أن يكون عندنا منهجية تشاركية، يكون عندنا ورشة عمل نجيب فيها المدراء ونبدأ نقاش معهم. عادة أيها الأحبة ذكر شيء، نحن نريد أن نقوم بعملية انتقاد عند صياغة المشكلة. صياغة المشكلة بالشكل التالي: من هدفنا ارتفاع دراسة ارتفاع معدل وفاة الأطفال إلى نريد أن يكون لدينا أطفال بصحة جيدة، من الافتقار للشباب ذوي المهارات إلى نريد أن يكون عندنا شباب مؤهلين يتلقون المهارات الأساسية، من الزيادة المستمرة في الجرائم إلى مدن ومجتمعات محلية آمنة. سؤال: ليش قال كذا؟ قال لك لا تجيب لي مؤشرات عشان توريني بالمشاكل اللي عندي، وريني إيش بنصلح، إيش بنسوي، ماذا سنحسن، كيف سيكون عندنا النتيجة الموجودة. ولذلك القاعدة عندنا نريد أن يكون عندنا نتاجات، هذه النتاجات تساعدنا أن نفكر كيف نستطيع أن نقوم بعملية الآن التحسين، وبالتالي نريد أن نحسن الأداء. اعرف دائما أنت أين موجود وأين تريد أن تقوم بعملية التحسين، لماذا أنت متجه إلى هناك، حدد الآن عندنا ماذا تريد. الخطوة الثالثة: ابدأ قوم الآن بعملية وضع المؤشرات. المؤشر معناه هو مقياس دال على تحقيق النتاجات، ثم بعد ذلك اتجه الآن لعملية كتابة المؤشر. الخطوة هذه تأكد المؤشر عندك مقاس بأن يكون واضح، بأن يكون ذو صلة بالأمر، اقتصادي كافي قابل للمتابعة. بعد ذلك الخطوة هذه تأكد أن المؤشرات عندك تقيس فعلا ما يراد قياسه، تعطي مثلا زيادة أو انخفاض وفعلا تعطيك كميات. هنا لازم أن تكون تأكد أن المؤشر عندك جالس يحقق الهدف. هدفنا في الأساس هو عبارة عن تحسين الأداء، وبالتالي ما الممكنات اللي تساعد الأداء في تحسينه. بعد ذلك تأكد عندنا أن هذه المؤشرات أيها الأحبة تعمل لعملية قياس فعالة، أن هذه المؤشرات تعطي معايير قياس مباشرة وفعالة، وبالتالي تعطيك قدرة أنك تقيس بشكل فعال، وبالتالي ما فيش لعب في الدرجات. أيضا ذكر دائما مؤشرات الأداء يجب أن تقيس تماما ما نريد أن نقيسه، تعطي نتاجات فعالة لما نريد أن نتحقق فيه. فتأكد عندنا أن عندك نسب، هذه النسب فعلا مكتوب بطريقة صحيحة. دائما تذكر الخطوة الرابعة: أين نحن الآن؟ حدد هنا خط الأساس، أين نحن كنا موجودين؟ حدد كمية نوعية، حدد المكان اللي كنا موجودين فيه، وحدد نحن أين متجهين، أين المكان اللي سنتجه له. اجمع بيانات، بيانات أولية، بيانات ثانوية، خذ راحتك في عملية جمع البيانات حتى تتأكد أنك عرفت خط الأساس بشكل فعال. ثم بعد ذلك قم بالخطوة الرابعة لتأكد من الشيء التالي في الخطوة الرابعة: من أشخاص العاملين في المشروع؟ من المستفيدين؟ من الجمهور المستهدف؟ من الوثائق المطلوبة؟ من أصحاب العلاقة؟ أيضا اجمع بيانات كافية. كل ما جمعت في الخطوة الرابعة بيانات أكثر، كل ما استطعت أن تعرف ماذا تريد أن تحقق في مؤشر الأداء. أيضا في الخطوة الخامسة قم بعملية، في الخطوة الخامسة حدد الشيء التالي، وضع خطة تحسين. أين كان المؤشر؟ ماذا نريد أن نقوم بعملية تحسين؟ ما هي القيم المستهدفة؟ يعني أنت بعد ما حددت خط الواقع، إيش التحسين اللي تبغاه؟ كم تبغى النسبة الموجودة؟ ذكر دائما في التحسين حدد القيمة الأساس المؤشر، حدد التحسين مرغوب. هنا سيظهر عندك القيمة المستهدفة، سيظهر عندك الشيء اللي نسميه ماذا نريد أن نحقق في المؤشر. إذا جمعت البيانات الأساس بطريقة صحيحة وجمعت التحسين مرغوب بطريقة صحيحة، فسيظهر عندك الأداء المطلوب. ثم بعد ذلك قم بعملية وضع الخطة اللي عندك، حدد ما الأداء الموجود عندنا الآن، حدد مستوى الموارد المتاحة، حدد أيضا مقدار الموارد الخارجية، قدرات المؤسسة بناء عليها بتقول كم سيكون عندي قدرة تحسين، كم ستكون عندي الخطة، وبالتالي بناء عليها راح تقول عندك يا ترى كم الخطة اللي استضعها أنت في مؤشراتك، ويظهر عندك القطبية إيجابا أو سلبا. بناء على إيش؟ بناء على مقدرات مؤسستك، ليس اعتباطا، بل أنت جمت بعملية جمع بيانات فتأكدت أنك ماشي بشكل صحيح. ثم رحنا للخطة السادسة. الخطة السادسة وضع نظام للمتابعة. بتجيب الآن عندك نظام إلكتروني، هذا النظام الإلكتروني سيساعدك الآن أن تقوم بعملية جدولة مشروعك، فتعرف من خلاله يا ترى ما هي البيانات اللي تجمع من خلال المشروع، من سيصدر البيانات والتقرير، من سيحلل البيانات، من سيقوم بجمع البيانات، كيف سيتم عملية تجميع البيانات، كم عدد مرات عملية التجميع. كل هذه المعلومات يجب أن تكون واضحة عندك، ولازم أن تعرف هنا في المرحلة دي أن عندك شريك أساسي اللي هو من صاحب تقنية المعلومات. ليش؟ لأنه سيساعدك من خلال نظام إلكتروني لعملية قياس البيانات. فإذا كان هو أصلا مش مدرب ولا يعرف أصلا فكرة عن المؤشرات، فكيف تبغى يعطيك بيانات مقاسة بشكل صحيح؟ حدد هنا في هذا الجدول، حدد ما هو المؤشر، كم قيمة الأساس، ما هي مصدر بيانات، حدد طرق جمع البيانات، من مسؤول عن جمع البيانات، من مسؤول عن تحليل البيانات، ما مدار تواتر بيانات، حدد القيمة المستهدفة، وحدد أيضا النتائج في الربع الثاني. وبالتالي قم دائما بعملية قياس. سو مشروع، هذا المشروع تسويه عشان تقوم بعملية تحسين النتائج. هذا المشروع أيها الأحبة تقيس فيه
سوي مشروع فعال. هذا المشروع سيساعدك أنك تعرف الآن ماذا فعلته، هل فعلا هناك حاجة لاتخاذ قرارات نحسن، هل أنا عندي أحتاج قرارات أن أدرس جدوى التوسع، هل كل هذا ستستخدمه في عملية التقييم. إذا نحن في التقييم سنتأكد هل فعلا المؤشر اللي وضعناه كان ملائم، هل كان فعالا، هل حقق لنا أثاره كانت جيدة، هل تعطينا استدامة، وبالتالي سنقول هذا المؤشر سيبقى كما هو أم سنقوم بتحسينه. الخطوة العاشرة عندنا أيها الأحبة، الخطوة السابعة، أن نتأكد مستوى الانحرافات، هل هذا الانحراف عندنا سنبقى عليه كما هو أم سنقوم بوضع ماذا، مشروع جديد لعملية التحسين. هذه خطوة أساسية، دور التقييم سيساعدنا التقييم أن نعرف مقدار عملنا، سنحدد الجهود المبذولة، كيف سننجح في الأمر، كيف نستطيع نقوس المنظمة كلها حتى تنجح. فالهدف الأساسي من المؤشرات هو استخدام التقييم في التقويم، أن نقيم الأداء، وبالتالي خذ هذه الأسئلة عشان تقوم بعملية وضع أسئلة لمعرفة أين أنا وأين أريد أن أقوم بتحسين الأداء. أضع أسئلة وصفية، أسئلة عن المعايير، أسئلة عن السبب والنتيجة عشان تعرف هل نحن فعلا قمنا بعملية التحسين، ما هي أهداف برنامج التحسين، كم سنقوم بعملية الآن تحسين الأداء. هذه الأسئلة يجب أن تكون موجودة عندك حتى تعرف كيف نستطيع أن نجري برنامج لعملية تقييم الأداء. عادة أيها الأحبة يجب في الخطوة الثامنة أن تعرض هذه النتائج، تعرض النتائج عندك بطريقة نسميها الإدارة المرئية، عرضها المن لأصحاب الصلاحية حتى يتخذوا القرار. وبالتالي إذا كانت عملية جمع البيانات ومعالجتها كانت خاطئة سيحصل عندنا أحكام خاطئة. عرض النتائج يجب أن تراعي فيه أن يقدم تصور جيد عن المؤشر يساعد فعلا على اتخاذ القرار الصحيح، يعطي نسب جيدة. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، عدم وجود تصور جيد، عدم وجود عرض جيد، أخطاء في عملية العرض سيؤدي عندنا المشكلة. الخطوة الثامنة هذه مهمة جدا، ليش؟ لأن بناء عليها سيتخذ ماذا؟ قرارات. تأكد من البيانات أنها كانت موجودة، تأكد الرسومات اللي استخدمتها كانت صحيحة أم لا. دائما تذكر الشيء التالي في هذه الخطوة، ساند المعلومات دائما بمعلومات كمية، اعطي دائما أرقام، اعطي الصور، اعطي مقاييس عشان توضح أدائك أنه كان ماشي بطريقة صحيحة. بعد ذلك اتجه لعملية تشكيل جدول، هذا الجدول نسميه جدول كميات، توضح فيه قياس الأداء، توضح فيه الحالي، توضح فيه القيمة المستهدفة، توضح الفرق. ثم بعد ذلك قم بعملية تحديد الآن الخطوة التاسعة، حدد ما هي الأشياء اللي ممكن نسوي عملية مساندة فيها وعملية من تحسين، ما هي النتائج هذه توصلك ليش، إيش توصلت له، ماذا تريد أن تقوم بعملية تحسينه. ثم نقوم الآن بعملية إجراء استدامة، عملية المتابعة حتى نجري عملية تحسين دائم. إذن إحنا نتكلم عن خطوات عشرة حطيتها لكم مذكرة عشان ترجعون لها نمشي لها. طب تعال نتكلم كيف نبني الآن مؤشر، إيش الخطوات نستخدمها لعملية بناء المؤشر. هذه الخطوات أيها الأحبة سميها خطوات عمليات المتابعة والتقويم المرتكزة على النتائج. إحنا مفروض سنسأل أنفسنا الشيء التالي، سنسأل أنفسنا حددنا النتائج، نحدد مؤشرات الأداء، نضع خطة متابعة الأداء، نجمع بيانات المتابعة، نحلل صياغة التقارير، نقوم بعملية تقويم مستمر، ونعطي تغذية راجعة. عشان ننجح في هذا الموضوع فنحن بحاجة أن نحدد ما النتائج اللي نريد أن نقوم بعملية عرضها، وبالتالي هذا معناه أن نتكلم عن عملية منطقية لقياس مؤشرات، تكون هذه المؤشرات تساعد في عملية التحسين وتساعدنا في عملية تتبع ما الذي أنجز، ونصمم خطة متابعة. هذه المخطط متابعة تكون فعالة لعرض المؤشر، تعريف وحدة القياس، مصدر البيانات، طرق جمع البيانات، من سيقوم بجمع البيانات، كم سيكون المدة. لابد أن يكون هذا كله بالاتفاق مع من؟ مع كل العاملين داخل المنظمة، عشان لما نجمع بيانات ما تكونش البيانات يا جماعة بيانات ما حد جمعها، هي بيانات الأخ الكريم جلس وحده وحط الأرقام من عنده دون نظام إلكتروني، دون أنظمة معلومات، وبالتالي تعطينا قرارات هذه القرارات غير صحيحة. طيب قبل ما نختم هذا الجزء للعشر نقاط أذكر بشيء، مؤشرات الأداء هي عبارة عن التقويم اللي فعلنا، التخطيط اللي خططنا له ينعكس عندنا على شكل نقيمه ونسوي عملية متابعة وعملية تقارير عشان يتأكد ان احنا اللي فعلناه فعلا حصل بشكل صحيح. طيب على هذا الأساس تعالوا بنا نروح الآن شيء حلو جميل، سؤال كيف نستطيع نبني المؤشر. يلا تعالوا نبني المؤشر. عشان نبني المؤشر أيها الأحبة عندنا الشيء التالي، احنا بحاجة إلى مجموعة أدوات لبناء المؤشر. احنا بحاجة إلى خطة استراتيجية، أهداف للخطة الاستراتيجية طالعة من الخطة الاستراتيجية، أهداف مرحلية، تصميم وانسجام الأهداف التشغيلية، وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، بعدين تصميم مؤشرات الأداء، ثم مراجعة دورية لمؤشرات الأداء. هذا عبارة عن ملخص الشيء اللي تكلمنا عنه قبل قليل. طيب لاحظ معايا في عملية التخطيط أنت لابد أن تكون عندك عبارة عن دورة، خطة استراتيجية تتحول الخطة التنفيذية تتحول الخطة التشغيلية حتى تكون بعملية القياس. فالمؤشر في الأساس هو عبارة عن عملية قياس،
طيب كيف نسوي هذا الأمر؟ إحنا في الأساس راح نجيب القيمة المستهدفة، كم إحنا آلية الهدف، كم حطينا، ونشوف عملية المؤشر. طيب كيف سنبني؟ سنبني من خلال خطوات، هذه الخطوات العشر اللي تكلمنا عنها. أولاً نحدد المؤشر قيمته، ندرس قوانين المؤشر من الأنظمة الموجودة عندنا، نقيم المعرفة الحالية، نحدد كيفية استخدام المؤشر، نحدد الوسائل المرغوبة في المؤشر، نسوي دراسة واقعية للمؤشر، نقوم بإعداد خطة تطبيق المؤشر. طيب عن هذا الأمر أيها الأحبة، عندنا في دورة نسميها دورة مؤشر. أول مرحلة نشوء المؤشر، كيف بدأت الحاجة للمؤشر، بعدين تسجيل البيانات الأساسية، ثم نفتح ملف لهذا المؤشر، نبدأ نستعمل المؤشر في عملية القياس، نخزن النتائج، ثم بعد ذلك نقوم بعملية ماذا؟ معرفة النتائج كيف يتم عندنا إذا كانت النتائج صحيحة. وضعت لكم نموذج، هذا النموذج سأتكلم فيه عن الآلية لمشروع بناء مؤشر الأداء، يعني أنا كيف أقوم بعملية بناء مؤشر أداء. تعال معي نشوف كيف نبني مؤشر أداء. بداية أيها الأحبة، يبدأ الموضوع بالشكل التالي، نبدأ نستخدم الخطوات العلمية لحل مشكلات، تذكروها سبق أني شرحتها، وبكرة عندنا موضوع كامل عن بناء اللي هي عبارة عن حل المشكلات. نشعر بالمشكلة، مشكلة حصلت في العمل، نبدأ نحدد المشكلة، نبدأ نحدد أسباب المشكلة، نحدد معايير الحل، نسوي عصف ذهني، نختار بديل أنسب، نضع خطة، ننفذ الخطة، نقيم الحل، نحسن. هذه الطريقة نسميها الخطوات العلمية لحل مشكلات. مفروض فريق العمل يكون مدرب على الخطوات العلمية لحل مشكلات. ليش؟ تستخدم قبل كتابة مؤشرات، تستخدم بعد المؤشرات، مش هي عبارة عن عملية انحرافات. طيب ماذا استفعل بهذه الخطوات؟ لاحظوا معي، عندما تظهر عندنا مشكلة في العمل، بيظهر عندي توتر في بيئة العمل، ظهرت عندنا مشكلة في العمل. طيب مثال هدف جديد نزل في الخطة الاستراتيجية. لما نزل هذا الخطط هذا الهدف في الخطة الاستراتيجية، تمام، لما نزل هذا الهدف أيها الأحبة، الآن هذا الهدف سبب لنا توتر، فإحنا الآن في حالة ماذا؟ توتر. هذا الهدف الآن أيها الأحبة يحتاج مننا أن نتعامل معه. لما ظهر هذا التوتر لابد أن نقوم بعملية تجميع الدراسة، نجمع دراسة عن هذا الهدف، ما الذي حصل، ما المشكلة، إيش التوتر الموجود، ثم بعد ذلك نقوم باختيار عينة عشان نقوم بعملية الآن معرفتها. عينة هذا الآن نعرف ماذا سنقوم بالدراسة عليها، ثم بعد ذلك سنقوم باختيار مفردة البحث. إيش معنى مفردة البحث؟ أن نختار ناس ممثلين فعلا للعينة. يعني مثلا خلنا نأخذ مثال، ظهرت مشكلة عندنا في مجال العمل، تأخر المعاملات في أي قسم؟ في قسم الصادر الوارد. طيب إيش السبب؟ إحنا والله هذا القسم يتأخر يا أخي، ما عندهم الآن عملية التصدير، معاملات تأخر. طيب ماذا فعلنا؟ جمعنا معلومات عن القسم، حددنا القسم، اخترنا عينة ممثلة، شخص موجود موظف، بعد ذلك قمنا بعملية اختيار مفردة، عبد الرحمن هذا هو الشخص اللي سنجري عليه ماذا؟ الدراسة. ثم بعد ذلك حددنا المشكلة الأولى، تأخر معاملات عند عبد الرحمن، حددنا الهدف من المؤشر والتوقعات، هدفنا الآن تحسين مستوى أداء الهدف عنده، بعد ذلك قمنا بعملية تجميع معلومات، ما هي مستوى القيود الموجودة في عملية التصدير، النضج المؤسسي، أسباب المؤشر، المؤشر ما هو الأولويات، ثم بعد ذلك قمنا بعملية دراسة، في الدراسة حددنا الآن، جمعنا المعلومات، سوينا إجراء مقابلات مع عبد الرحمن، مع مدير ومع الموظفين، سوينا ملاحظة منتظمة، جمعنا بيان عملي، سوينا مقارنة مرجعية، ثم نبدأ عملية جمع البيانات عن متغيرات المشكلة، ليش هذه المشكلة موجودة؟ حددنا المشكلة، حددنا المتغيرات البحث مستقل ومتغير تابع، ثم بعد ذلك حددنا الفروض البحث، ثم سوينا معالجة البيانات وتحويلها من بيانات وصفية إلى بيانات كمية، ثم بعد ذلك قمنا بعملية تصميم جدول تكراري، ثم حددنا خط الأساس، أين نحن كنا، أين كان يصدر المعاملات، ثم حددنا خط المستهدف، ثم قمنا بتحديد القطبية، هل لو زادت عدد المعاملات أفضل أو قلت، ثم حددنا مصدر البيانات، ثم قمنا بعملية تحديد طبيعة التراكمية، ثم قمنا بعملية تحديد دورة القياس، ثم قمنا بعملية تحديد المعيار، حددنا معيار لكتابة الهدف، ثم حددنا المعادلة السياقية للمؤشر، ثم اخترنا الرسمة المناسبة للمؤشر، ثم قمنا بعد ذلك بعملية تحديد مالك المؤشر، وحددنا المكلف بالمؤشر، وعرضنا الآن مؤشرنا، وسوينا أتمتة للمؤشر عن طريق نظام ARB، عرفنا الآن حجم الانحرافات عن المؤشر اللي عندنا، سوينا تشغيل تجريبي للمؤشر، إذا كل شيء ماشي تمام، إذا في انحرافات عممنا المؤشر من جديد ورجعنا نقوم بعملية تحسين. كل شيء ماشي تمام؟ لا، رجعنا ماذا فعلنا؟ عممنا المؤشر وقمنا بعملية تحسين مستمر للمؤشر. سؤال لكم، ماذا استفدنا من هذه اللوحة؟ تفضلوا شاركونا. والله يا دكتور محمد أنا لا أخفيك سرا، أنا من يوم ما بدينا البرنامج هذا وأنا
تلهف بشوق لنموذج العامري في كل حلقة. جزاك الله للأمانة يا دكتور، أنت في النموذج هذا تلخص اللقاء كامل، الساعتين كاملة تتلخص في النموذج هذا. الله يعطيك العافية ويجعل ما تقدم لنا من العلم اللي ينتفع به إن شاء الله لك يا دكتور. جزاك الله كل خير أخ عبد الله، بيض الله وجهك. تفضلوا، ماذا استفدنا؟ أنا أضم صوتي للأخ اللي قال النموذج العام. يعطيك العافية دكتور. جزاك الله كل خير، شكرا لك. أنا رتويت لكل ما قيل. طيب، إذن الآن بقينا عمليتين لازم تشوفوها. إيش العمليتين؟ أصعب شيء في هذا النموذج إيش هو؟ كيف نبني مقياس؟ كيف نقوم بعملية بناء مقياس؟ أنا سبق أني شرحت بناء المقياس وكيف نستطيع أن نقوم بعملية بناء المقياس. طيب، عشان نبني مقياس أيها الأحبة، تذكروا العملية الحاسمة في موضوع بناء المقاييس هي أن يكون عندنا القدرة على عملية قياس، أن نقيس الهدف، وبالتالي نريد أن نكون نعرف كيف نقوم بعملية قياس الهدف. هذا الأمر أيها الأحبة قد يكون عند البعض من الإخوة يعني بالنسبة له شوية غريب، كيف تقيس؟ كيف أسوي مقياس؟ كيف أبني المؤشر؟ إحنا عملية القياس هي عبارة عن عملية تعويض. أنا عندي كمية مجهولة، كم كمية هذا البرتقال، فسويت عملية تعويض. عملية القياس هي عبارة عن عملية تعويض، أنا أعوض بكمية عشان أستطيع أقيس. عادة عندما نقيس نحن نقيس شيئين، أما نقيس كميات اسمها كميات فيزيقية، يعني أشياء مالها ملموسة محسوسة، كم عدد المعاملات الصادرة، هذه معاملة صادرة ملموسة، أو شيء غير ملموس، وبالتالي هذا الشيء يحتاج إلى معادلة، فنحن نقيس أما أمرين. أما نقيس قياس مباشر، القياس المباشر هو قياس الكميات الملموسة المحسوسة التي تقاس من خلال أنك أنت تلمسها الآن بيدك، أو القياس غير مباشر هو قياس أشياء تحتاج إلى معادلة حتى تقوم بعملية التعويض. إذا أنا سأقيس شيئين، أما قياس مباشر أو قياس غير مباشر، وأرجو أن ترجعوا لصياغة الأهداف لما تكلمنا على الأهداف وتكلمنا على OKR. طيب تعال معنا الآن نقول كيف نسوي القياس. لك عندنا الطريقة الأولى القياس المباشر. هذا الطريقة القياس المباشر هو عبارة عن القياس على طول مباشرة. أنا أريد الآن عندي عدد الطلاب اللي أبغاهم، عندي خط أساس كان عندي يشاركون في المركز الصيفي 600 طالب، المستهدف عندي 1000 طالب. الآن لازم عندي المحقق يطلع المستهدف، وبالتالي عندي الآن مؤشر اللي سيطلع عندنا أنجز لم ينجز، هذا المؤشر يطلع عندنا في الداشبورد. لماذا؟ يعني أنا سويت الآن قياس من قياس مباشر. هذه المؤشرات تعتبر المؤشرات البسيطة، هذه تعتبر المؤشرات البسيطة في عمليات القياس. فبالتالي هذه النوع من أنواع المؤشرات نقول عنها مؤشرات، نسميها مؤشرات تحقق. لماذا تحقق؟ لأنها أحبتي الكرام هي لا تقيس عمليات الجودة، يتقيس إن إحنا أنجزنا هذا الموضوع أم لم ننجز. هذا أكثر الجهات مؤشراتها بهذه الطريقة، يقول لك مثلا مؤشر عدد المعلومات بيانات صادرة، مؤشر عدد الطلاب اللي التحقوا بالمدرسة، هذه مؤشرات قياس مباشر. مؤشرات الجودة في القياس غير مباشر مثل قياس بالنسبة المئوية، وهي مثلا مقارنة مقدارين من نفس الكمية، مثل نسبة الطلاب الناجحين إلى إجمالي الطلاب، القاعدة فيها مقدار المحقق تقديم عدد المستهدف. هنا يجب أن يكون عندنا معيار، المعيار يجب أن نتفق، نجلس نسوي جلسة، نجلس كذا في الإدارة ونتفق ما المقبول عندنا، ما الجيد، ما الممتاز، ما الرديء، ما الضعيف، عشان نتأكد من عملية القياس. ثم نضع له مؤشر، ثم عندنا القياس بالمعدل، القياس بالمعدل أن نتفق على معدل عملية القياس. المعدل عندنا معناه هو عبارة عن معادلة حقه مقدار محقق من الوحدة المستهدفة التقسيم إجمالي الوحدة الأخرى، يعني هنا وحدتين غير متشابهتين. عندنا القياس بالمتوسط، معنى ذلك أن عندي كميات متغيرة أريد أن أقيسها. هذه اللوحة جدا هامة، لماذا؟ لأنها توضح لنا كيف نبني أصلا المؤشر وكيف نبني عملية ما الهدف. طيب تبغاها تفصيل، ارجع أحبتي الكرام الفين للOKR أو ارجع لكتابة الأهداف تجيني أفصلها تفصيلا. هذه المعيار هي اللي تخلي نبني المؤشرات، نتفق على معايير نتفق عليها داخل المنظمة. طيب بناء على هذه المعايير ماذا سنبدأ؟ سنقوم الآن بالتأكد. إحنا أساس المؤشرات إنك تتأكد من الدقة والضبط. إيش يعني الدقة والضبط؟ تريد أن تتأكد هل موظفينك فعلا جالسين يحققون الأهداف بنفس الطريقة؟ هل موظفينك فعلا عندهم دقة محكمة في عملية الضبط؟ هل كل مرة يتم عملية التحقيق بطريقة معينة؟ لاحظوا معي الآن، هذا الآن موظفين لما نسوي مؤشر نبغى نقيس هل عندنا دقة وضبط؟ هذا المؤشر سيكشف لنا أن هذا الموظفين عندنا ليس لديهم دقة وليس لديهم ضبط. يعني هذا المؤشر مثلا عندك أحمد عنده نعم دقة وضبط، قاسم ما عندوش دقة وضبط في عملية من تصدير معاملات، حمزة يصدر ورقيا، صالح عنده الآن انحرافات. فبالتالي
كل ما كان عندنا قدرة أن نعرف المؤشر عندنا مقدار الانحراف فيه، حنريد أن نقوم بقياس. هذا القياس بيخلينا نعرف أداء الموظف، معيار المرجع اللي حطيناه، هل المشكلة كانت في الأدوات، هل المشكلة عندنا في الإجراءات، بيظهر عندنا هذا الانحراف. هذا الانحراف نسميه سيكس سيجما. المؤشرات لها علاقة بالسيكس سيجما، توضح لنا مقدار الانحراف. لاحظوا عندنا هنا في الإحصاء هذه عملية، نقول عندنا هنا عملية من تفلطح، هنا عندنا ما هامش الخطأ كبير، وبالتالي هنا عندنا لازم أن نقوم بعملية إنجاح. هنا عندنا لا، في ضبط، ولكن لاحظوا ما فيش دقة، صح المؤشر صغير لكن مش في المنتصف. فنحن نريد أن نقوم بعملية القياس حتى نتأكد أن عندنا دقة وضبط. طيب على هذا الأساس تعالوا بنا نقول كيف إذا سويت المؤشر كيف تمثله، كيف تمثل المؤشر، إيش نختار، أي رسمة المؤشر؟ لا لحظة، المؤشرات عندنا سر. إيش هو؟ تيو معي، عندنا نوعين من أنواع البيانات. عندنا بيانات اسمها بيانات وصفية، هذه بيانات وصفية مثل ناجح راسب. عندنا بيانات اسمها بيانات كمية أرقام، هذه الكميات نوعين، كميات أما كميات متصلة مثل درجات الطلاب، جاب الطالب ست درجات ونص، أو بيانات منفصلة زي عدد الطلاب، ما فيش طالب تقولي عندي 15 طالب ونص، لا لازم بيانات منفصلة. إذن عندنا البيانات الكمية ستنقسم إلى نوعين، بيانات كمية أيها الأحبة متصلة، أو بيانات كمية منفصلة. المتصلة هي التي تقبل القسمة، الغير منفصلة هي التي المنفصلة هي معناها التي لا تقبل القسمة. وعندنا بيانات اسمها بيانات نوعية، تعالوا نشوف الآن كيف نمثلها بيانيا. سلمك الله. كالتالي عندي بالنسبة، لو كانت البيانات اللي عندك بيانات وصفية فأنت الرسم البياني اللي عندك راح تستخدمه هو رسم بياني قد يكون قطاع دائري أو شكل أعمدة. لاحظتم الآن؟ يعني بمعنى لما تجلس أنت الآن مع المبرمج وتبغى تقوم بعملية تمثيل الرسم البياني للمؤشر، إذا كانت البيانات وصفية ناجح راسب سعوديين غير سعوديين، بيانات وصفية ذكور أناث، سأستخدم أما القطاع الدائري أو شكل أعمدة عشان أرسم المؤشر. إذا كانت البيانات كبيانات كمية منفصلة زي مثلا عندك عدد الطلاب، عدد السكان، عدد المدربين، هذه بيانات منفصلة ما قدش أقسم، ما قدش أقول عندي عدد الطلاب 15 طالب ونص، هذه سأستخدم بيانات نقول عنها بيانات شكل أعمدة. إذا كانت البيانات عندنا بيانات كمية متصلة بس أستخدم في المؤشر أما المدرج التكراري أو المضلع التكراري أو المنحنى التكراري. إذا كانت البيانات عندنا بيانات سلاسل زمنية تحسن أداء سأستخدم شكل السلاسل الزمنية. هذا معناها شيء أساسي لما نقوم بعملية بناء التمثيل للصوري للمؤشر سنعرف. طيب سؤال، فلنقل إنك وروخ داشبورد، شفت الداشبورد وجدت إن الرسمة ما تناسبش مع البيانات، هذا ما معناها؟ أن البيانات كانت أساسا مضللة، لأن البيانات لا تتناسب أصلا مع من؟ مع الرسمة. طيب في المؤشرات عندنا برضو شيء آخر، في المؤشرات عندنا حيث ما القطبية وسبق أني تكلمت عنها، قطبية المؤشر أما أن يكون قطبية المؤشر موجبة أو تكون قطبية المؤشر سالبة. قطبية المؤشر موجبة عندما عدد الخريجين تبقى مثلا يزداد، ومعادلة هنا تعطينا نحو الزيادة. إيش الفرق بينها؟ شوف تحت شوف معي فين الأخضر وفين الأحمر، هذه عشان نقول لصاحبنا اللي هو المصمم اللي معانا اللي هو حق البيانات اللي هو النظام الإلكتروني عشان يحط لنا جهة المؤشر يمين أو يسار. إذن هذه ساعدنا عملية بناء المؤشر يمين أو يسار، هذه نسميها القطبية. أيضا عندنا أيها الأحبة الآن على هذا الأساس تعال نقول الشيء التالي، إحنا مفروض عندنا هدف، هذا الهدف لو كان مخصص بطريقة صحيحة فإحنا سنقوم بشكل جميل. طيب أي هدف مفروض لما كتبوا الخطة عندنا هدف عام، المفروض أن هذا الهدف العام في التخطيط سووا الهدف، درسوا الهدف، كتبوا الهدف، ضبطوا الهدف، خلصتم الهدف. طب لما كتبوا الهدف مفروض الهدف هذا أيها الأحبة يجب أن نتأكد أن الهدف ليس أبدي، الهدف ليس أزلي، الهدف لابد أن يكون أمدي، أي أن له بداية وله نهاية. يعني مثلا ما يقولكش أن نحفظ القرآن الكريم، لا، نريد أن يكون الهدف بداية ونهاية. ليش؟ عشان نقوم بعملية القياس. تأكد أنت صاحب مؤشرات، تأكد الأهداف الموجودة عندك أهداف مقبولة وأهداف لها بداية ونهاية. هذا الهدف يجب أن يصاغ بعبارة عن استمارة، هذه الاستمارة تكون فيها الشيء التالي. في هذه الاستمارة محدد فيها الهدف العام، محدد فيها قاموس الهدف، محدد فيها الإدارات المسؤولة، محدد فيها ماذا نريد أن نقيس، خط الأساس كم، المستهدف كم، صيغة المؤشر ما هي، المحقق كم. مين سوى المفروض سووها الجماعة أثناء التخطيط، لما سووا التخطيط سووا بنوها، مش الآن نسويها في بناء المؤشر، هي جاءتنا جاهزة. كيف تأتينا؟ تأتينا بهذا الشكل، لاحظوا معايا، الهدف سيأتينا بهذه الطريقة مكتوب بهذا الأسلوب.
احنا مفروض الان هذا الهدف سنمثله على شكل ورقه اسمها ورقه من مؤشر. اذا احنا الان الهدف سياتينا بهذا الاسلوب، نحن سنمثله على طريقه من مؤشر. فالهدف عندنا المقاس ايها الاحبه سياتي مكتوب بهذه الطريقه. لاحظوا ماذا سيكون عندنا الان، مكتوب فيه الهدف، مكتوب فيه الان من المستهدف فيه، مكتوب فيه ماذا تريد ان تقيس، مكتوب فيه صيغه المؤشر القطبيه التراكميه الدوريه. عشان تستزيد اكثر ارجع الى بناء الاهداف شرحناه في بدايه عمليه التخطيط، ستجد ان شرحنا هذا النموذج وفصلنا في بناء هذا النموذج، ووضحنا ان هذا النموذج فيه الشيء التالي. هذا النموذج ايها الاحبه يكتب فيه كل شيء عن الاداره، سياتيك من التخطيط، من اداره التخطيط المفروض ياتيك بهذه الطريقه. لاحظ معي هذا الهدف، عندما ياتي الهدف بهذه الطريقه محدد فيه ماذا نريد ان نقيس، محدد فيه خط الاساس، محدد فيه المستهدف، محدد فيه صياغه المؤشر، محدد فيه مصدر البيانات، محدد فيه وحده القياس، محدد فيه الشواهد، محدد فيه مصدر البيانات، محدد فيه القطبيه، محدد فيه التراكميه، محدد فيه الدوريه. اذا انت الان جاهز انك تبني مؤشر. اذا لا ما جتك هذه الاشياء كلها، اذا عندك مشكله كانت في التخطيط، اثناء التخطيط كان عندنا مشكله. طيب معنى ذلك اني انا جاني الهدف بهذه الطريقه، لما جاني الهدف قمت الان بعمليه بناء ماذا؟ مقاييس، اسوي له مؤشرات اداء. ايش هي مؤشرات الاداء اللي عندنا؟ عندنا ايها الاحبه مؤشرات الاداء، تذكروا المنظمات نوعين، اما منظمات رائده او منظمات تابعه. المؤشرات هي عباره عن لقطه تدلك ايش وضع المنظمه اليوم، ايش احنا ادائنا الان. هذه المؤشرات راح تدلك ان احنا ماشيين بطريقه صحيحه ام عندنا انحرافات. هذه المؤشرات ايها الاحبه اربع انواع من مقاييس عندنا. اما مثل نسميها مثل التمثيل البصري، لاحظوا معنا عندنا مؤشرات نقول عنها مؤشرات النتائج الرئيسيه. هذه معناها كم انجزت في منظور عمل ما، مؤشرات نتائج كم انجزنا على شكل منطاق مشروع، مؤشرات اداء ما الذي يجب القيام به، مؤشرات اداء رئيسيه الموظف ماذا يجب ان يفعله. وبالتالي هذه عندنا مؤشر الاداء الرئيسي عند الموظف، مؤشر الاداء عند المدير القسم، مؤشر نتائج عند مدير الاداره، مؤشر نتائج الرئيسي عند المدير العام اللي ينحط في الداشبورد، كلها تنحط في الداشبورد بس اللي يعرض عند رئيس مجلس اداره مؤشرات نتائج رئيسيه. تعالوا نقولها ان دائما تشبه شكل بصله بالشكل التالي، هذه الان بهذا الشكل بصله، بمعنى ظاهريا انت بتشوف مؤشرات النتائج الرئيسيه، كل ما دخلنا داخل بنشوف مؤشرات النتائج ومؤشرات الاداء الرئيسيه. لو جينا الان فكرنا احنا في العاده ماذا نفعل؟ نحن نقوم بدراسه المنظمه بشكل كامل، نتعرف على طاقه الاداء الملتزم فيها، نعرف حاجه اسمها المحاور والمناظير، المنظور معناه نتائج ماليه، تركيز على العملاء، تعلم ونمو، عمليات داخليه، رضا موظفين، نتعرف على بطاقه الاداء المتزن اللي شرحها بالتفصيل شرحناها في الاو كي ار. ثم بعد ذلك نبدا نحدد الان عندنا ماذا نريد ان نقيس، نحدد نصف القياسات، نحدد مؤشرات، نصمم خط الاساس، نتاكد ان كل شيء عندنا البيانات جاهزه، ونبدا نحطها كلها سلمكم الله في استماره نسميها استماره بناء المؤشر. هذه الاستماره ايها الاحبه هي استماره بناء مؤشر. هذه الاستمارة أيها الأحبة هي عبارة عن نموذج عالمي، يعني باختصار هذا النموذج سأعرضه لكم الآن هو نموذج عالمي لبناء المؤشر. لاحظوا معي بالله أرجوكم، كتابة المؤشر ما يأخذش مننا الآن دقيقتين، والسبب مفروض أنك جمعت المعلومات كلها وجايبها من التخطيط وجيت تحطها الآن هنا. إيش عندك الآن فيها؟ أولا معلومات المنظمة، تبغى تحط ما اسم المنظمة حقنا، إدارتنا إيش هي، من مالك الهدف، أيضا ما المنظور، منظور عمليات، المنظور عندك متعلمين، ما المحور، حجسين نقيس مثلا صادر ووارد، طب بعدين ما الهدف الاستراتيجي، رمز الهدف، نص الهدف الاستراتيجي، عندنا ايضا المسؤول عن الهدف، رمز المؤشر، المؤشر ما هو، خط المؤشر، القياس. فنقوم الان بعمليه الان استعراض هذه البطاقه، هذه البطاقه مهمه جدا لنا في المؤشره. ايش فيها؟ اولا المنظمه، يتم تحديد هنا معلومات عن المنظمه، ما اسمها، من مالك الهدف، ما المنظمة؟ يجب أن نحدد أيضا مالك الهدف. مالك الهدف هو الشخص الكبير المسؤول عن كل الأنشطة الموجودة داخل المنظمة، الوزير أو وكيل وزارة أو مدير عام الشركة، من المسؤول الكبير عن الهدف. ثم نحدد بعد ذلك، نقوم بتحديد الآن يا ترى الآن عندنا الآن معلومات، نسميها الآن عندي المعلومات الربط ببطاقة الأداء المتزن. سنحدد عندي الآن مؤشر عندي مرتبط بين بطاقة الأداء المتزن، هل هو مرتبط بالمنظور المالي، منظور العميل، بمنظور عمليات الاعمال، بمنظور التعلم والنمو. ثم ساحدد بعد ذلك المؤشر عندي الان الشيء التالي، ساقوم الان بتحديد معلومات الهدف، فساحدد عندي الهدف الاستراتيجي اللي جبناه من اهداف المنظمه، هذا هدف مده 3 سنوات و5، ماذا سارتبط به؟ كم كان نصه؟ ما هو نص هذا الهدف؟ ثم ساقوم الان بعد ذلك بتحديد اهداف الاداره المسؤوله عن تنفيذ الهدف، فساحدد الان عندي ما الاداره المسؤوله؟ من مدير هذه الاداره؟
ما هي هل هذا من نطاق عمل الإدارة؟ ثم بعد ذلك سأقوم بعملية تحديد أيضا عندي الآن رمز المؤشر وبناء المؤشر، هو رقم تسلسلي يوضح عندنا ماذا سنفعله في هذه الإدارة. ثم بعد ذلك سأقوم بعملية تحديد، سأقوم بعملية الآن تحديد المؤشر عندي. هذا المؤشر سأضع له معيار معادلة، سأضع له وصف، أقول أني سأقوم بقياس كذا وكذا. هذا المؤشر هو عبارة عن معادلة وصف له. ثم سأقوم بعد ذلك بعملية الآن كتابة الآن وحدة القياس عندي، ما هي من مالك المؤشر، من الشخص المسؤول الذي سيسأل عن هذا المؤشر، ارتفع أم لم يرتفع. ثم بعد ذلك عندي سأقوم بعملية تحديد الآن وحدة القياس. وحدة القياس معناها هي الوحدة التي تميز الهدف المستهدف، ماذا تريد أن تقيسه بالترتيب. ثم بعد ذلك سأقوم الآن بعملية ترتيب عندي الآن، سأقوم بوضع خط الأساس، ما هو خط الأساس تريد أن تقيسه. ثم بعد ذلك سأقوم بعملية وضع المعادلة السياقية للمؤشر. هذا مثال سلمكم الله الآن لبطاقة الأداء المتزن بشكل كامل. لاحظوا معي هذه جمعية عندها مؤشر أداء، فالآن وضعت هذا المؤشر. هذا المؤشر كما تلاحظون الآن هي بالنسبة لها هدفها قياس مطلق، تبغى إجمالي عدد مستفيدين. هذا نوع يجب هنا أن كل موظف من الموظفين أن يوقع الورقة ويتم الاتفاق عليها. هذا مؤشر آخر مثلا عندنا في المؤسسة نريد أن نقيس فيها معدل الشكاوي، فلاحظوا عندنا هنا قياس بالنسبة، فبالتالي عندنا هنا الآن سنقيس معدل، سيكون عندي معدل بالنسبة فأقيس المعدل، هذا الآن قياس. عندي أيضا قد يكون عندي الآن مؤشر بهذه الطريقة، إذا أنا سأقوم بكتابة بطاقة المؤشر حتى أعرضها. سؤالي لكم، ما الذي استفدناه، ما الذي تعلمناه عن مؤشرات الأداء وبطاقة مؤشرات الأداء؟ أسمع منكم أيها الأحبة. طبعاً باقي بس شيء واحد، عشان تتأكد المؤشرات عندك صحيحة ماشية بشكل صحيح، يجب أن تكون مؤشراتك تراعي الامتثال، تراعي التوثيق، كل شيء مكتوب، تراعي الاستمرارية. يعني الهدف الأساسي أيها الأحبة من مؤشرات الأداء هو تحسين الأداء، فمؤشرات يجب أن تكون دقيقة، يجب أن تكون تراعي التحسين المستمر. طيب سؤالكم، ماذا استفدنا، ماذا تعلمنا اليوم؟ تفضل شاركونا. أنا بالنسبة لي أعتبرها كنوع من تقييم الأداء، يعني هي اصلا هو مؤشرات اداء بطاقه الاداء المتوازن، ما زلنا تحت يعني عائله الرقابه اداء الموظف ويبقى لا داعي للاسلوب التقليدي الان يتبع في تقييم الاداء. شكرا. شكرا لك، جزاك الله خير. ايضا ماذا تعلمنا ايها الاحبه؟ اذا ذكروا احبتي الكرام، مفروض ان احنا اخر شيء نختم به هذه الورقه عندنا الان، هذه الورقه ايها الاحبه راح توضح لنا ماذا سنفعل في عملية القياس. لازم نتأكد المعادلة عندنا كانت صحيحة، عشان أتأكد مؤشري صحيح لازم أتأكد المعادلة عندي صحيحة، مصدر بيانات كان صحيح، وحدة القياس كانت صحيحة، المستهدفات كانت صحيحة، القيمة كانت فعلية، الوثائق هل الوثائق عندي كانت متوفرة، مصدر البيانات هل كان فعلا حقيقي، هل القيمة الحالية موثقة، هل القيمة السابقة موثقة. لو كان عندي هذا كله سأقول المؤشر اللي عندي بني فعلا بطريقة صحيحة. بكذا أيها الأحبة نحن نكون تأكدنا أن مؤشرنا بني بطريقة صحيحة. نتأكد هذه الورقة أيضا بتساعدنا نسوي عصف ذهني مع الزملاء حتى نتأكد أن مؤشرنا أيضا كان صحيح. بتساعدنا نكتب هنا الهدف، نتأكد هل الهدف يقيس ما يراد قياسه، هل يمكن استخراج معادلة منطقية حسابية، هل يتوافق هذه الأجندة مع الأجندة الوطنية، هل ينقلنا هذا الأهداف الوطنية، طب هل هذا محدد مسؤول. كل هذه الأمور عشان نتأكد أن أهدافنا تم كتابتها بطريقة صحيحة 100%. باقي عندي شيء أخير، هذه اللوحة اللي اسمها لوحة القيادة الاستراتيجية. المفروض أن هذه اللوحة ستكون عندنا لوحة تكون موجودة قدام القائد. هذه اللوحة القائد يشوف سلمكم الله هذه اللوحة كل صباح، لما يأتي القائد يشاهد هذه اللوحة، يرى القائد الآن مثلا هذه اللوحة في الدفاع المدني، يرى فيها مؤشر نسبة خدمة الدفاع المدني، مؤشر نسبة الحوادث، لو ضغط على واحدة منها سيدخل لتفاصيلها، سيدخل لمؤشرات داخلها. لو كانت خداعة بالنسبة له ماذا سيحصل؟ هاي جماعة لو كان فيها تلاعب في هذه اللوحة، تخيل معي لو في اذا كان غير ملم في عمليه التقييم واهدافها وارتباطها بها صعب عليه انه يبحث عن الارقام ويرى انها صحيحه ولا. يا سلام عليك، ولذلك احنا نقول دائما يجب على القائد انه يتدرب عليها حتى يعرف كيف يقراها. طيب اخر شيء ايها الاحبه، شيء وضعته عندكم في المذكره حتى ترجعوا له، تفاصيل مهمه جدا. كل الكلام اللي قلته رتبته لكم على شكل عمليه اسمها اطار عمل قياس الاداء. هذا الاطار ايها الاحبه مكون من الشيء التالي، لما تبغى تسوي مؤشرات اداء تاكد اولا، تاكد من عندك الشيء التالي، هذه الاشياء تاكد منها. في توجه استراتيجي مكتوب،
هل في حوكمة عندك نشطة؟ هل في مشاركة من المعنيين؟ هل في توفير مقومات القياس؟ هل في تحقيق تطور مستمر؟ هل تم اتخاذ قرارات فعلية بناء على عملية القياس؟ فهم السياق الاستراتيجي، تطور مؤشرات الأداء، المؤامرة الرئيسية، المراقبة ورفع التقارير، التقييم والتحسين. هذا الإطار يتكون من عنصرين رئيسيين. الطبقة الخارجية هي مجموعة مقومات النجاح الضرورية لدورة حياة عملية القياس. الطبقة الداخلية تمثل دورة طبيعة عملية القياس. مش قلت لكم هناك فرق بين إنجاح ونجاح؟ هل نبغى إنجاح؟ نريد نجاح. عشان يكون عندنا نجاح لابد أن نراعي هذه العملية، عملية القياس يجب مراعاتها بشكل فعال. عملية القياس حتى نراعيها بشكل فعال نحن نحتاج أيها الأحبة أن ندخل في هذه الدورة ونقوم بعملية من تطبيقها بشكل فعال حتى يصير عندنا عملية نجاح وليس إنجاح. سؤالي لكم بختام هذا اليوم، سؤالي لكم، ما الذي استفدنا؟ ما الذي تعلمنا اليوم؟ أسمع منكم أيها الأحبة، ماذا استفدنا؟ ماذا تعلمنا اليوم؟ تفضلوا شاركونا. أولا وفق الله دكتور على ما يحب ويرضاه على هذا الثريد الرائع جدا، لكن سؤالي سريع يا دكتور. تفضل. 20-80-20 هل هي أضعها في لوحة داشبورد مع التحليل الكمي والنوعي؟ يعني لما أضع 80-20-80 في لوحة داشبورد، هل هذا منطقي صحيح أو لوحة المؤشرات لوحة الداشبورد لها معايير معينة؟ هي ليست 20-80-20، هي ليست 20-80-20، هي بالشكل التالي، هي سلمك الله بالشكل التالي، بس أجي لوحة كذا فاضية أوضحها لك. هي 10، هي 10، بس أجي لوحة فاضية، بس باي لوحة فاضية. طيب هي 10، ذكر معي، هي 10 80-80-10. يعني عندنا سلمك الله هذا مدير عام، هذا مدير عام، هذا الوزير، هذا وزير التعليم. هل تبغى وزير التعليم يعرف كل شيء اليوم؟ وزير التعليم معقول يلم كل شيء في المدارس مرة واحدة؟ لا، وزير التعليم عنده مجموعة من؟ عنده مجموعة وكالات، صح ولا لا؟ تحت وكالات، هذه الوكالات فيها مؤشرات، فعنده الآن قد تكون عنده حتى 10 مؤشرات. 10 مؤشرات دي من فين جاية؟ هذه مؤشرات سميها مؤشرات، وأنا مؤشرات النتائج ليش الرئيسية. يقول يا جماعة أنا بس حطوا لي دي قدامي، أبغى أكبر 10 مؤشرات، 5 عن وكالة الوزارة، مثلا عندنا 3 عن الجامعات، و3 عن وكالة وزارة التعليم، و3 عن وكالة وزارة الشؤون المدرسية، كويس كذا؟ طيب تحت وكلاء وزارات، هذا تحت وكيل وزارة، هذا وكيل وزارة، هذا وكيل وزارة، هذا وكيل وزارة، تسلمك الله، دخلنا نقول هذا وكيل وزارة الأول، تحت الآن 80 مؤشر. السبب لأن هذا تحته الآن مجموعة وكالات، فعنده مجموعة مؤشرات، هذا عنده مؤشرات اسمها مؤشرات النتائج، هذه اسمها مؤشرات النتائج، خلاص. هذا من؟ هذا وكيل وزارة التعليم، هذا وكيل وزارة، هذا وكيل وزارة، وكيل وزارة التعليم، خلاص. هذا وكيل وزارة التعليم، تحته كم؟ تحته حتى 80 مؤشر. طبعا هذا وكيل وزارة كم تحته؟ تحته مجموعة مدراء، مجموعة مدراء إدارات، فلان وفلان 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 وفلان، واحدة من الإدارات اللي تحته إدارة اسمها إدارة الإشراف، هذه إدارة اسمها إدارة الإشراف التربوي، هذا مدير الإشراف التربوي، تحته مجموعة إدارات، هذا مدير، هذا رئيس مباشر، رئيس مباشر، هذا عنده سلمك الله مجموعة مؤشرات، عنده مجموعة إدارات تحته، هذا مدير، مدير عام، مدير عام الإشراف التربوي، خلنا نقول بس داخل الوزارة، خلينا برا الوزارة، هذا مدير عام الإشراف التربوي، تحته حتى 80 مؤشر. سبب؟ تحته مجموعة إدارات، الإشراف الرياضي والإشراف العلمي والإشراف الفيزياء والإشراف كذا، فتحته مجموعة إدارات، واحدة من ضمن الإدارات اللي تحته إدارة اسمها إدارة من؟ إدارة الشؤون المدرسية، هذه الآن إدارة، هذا الآن عندنا موظف، عنده من؟ مسؤول تحته كذا، مؤشر، مؤشر أداء، مؤشر أداء رئيسي، هذا مؤشر أداء رئيسي، هذا من؟ هذا عندنا الآن إدارة الشؤون المدرسية، الشؤون المدرسية، هذه الشؤون المدرسية عنده كم؟ شؤون مدرسية سلمك الله عنده 10 شؤون، الإدارة المدرسية، الإدارة المدرسية، أو خلنا نقول التربية الرياضية، شؤون رياضية، رياضية، الإشراف الرياضي، عنده 10 مؤشرات. طيب الآن يا أخي الكريم سلمك الله، الوزير يسأل اليوم سؤال، قال يا أخي سؤال، مدى جاهزية الملاعب عندنا؟ مدى جاهزية الملاعب؟ هل ملاعب رياضية عندنا جاهزة ولا لا؟ أبغى أسوي بطولة رياضية، ملاعب رياضية عندنا جاهزة ولا لا؟ ماذا سيجعل؟ هنا في مؤشر عنده اسمه مؤشر، مؤشر جاهزية المنشآت. لاحظ مش مكتوب
مش مكتوب منشآت مدارس، إيش مكتوب؟ المنشآت، يعني مدارس، مباني، مقرات، كل شيء. هذا أحد مؤشرات العشرة اللي عنده. ضغط عليه، لما ضغط عليه انفتح عنده إيش؟ انفتح عنده المؤشرات اللي هنا. هذا عنده مؤشرات، عنده الآن 80 مؤشر، واحدة منها مؤشر، مؤشر المنشآت، مؤشر المنشآت التعليمية، التعليمية. ليش؟ لأن في مؤشرات مش تعليمية، صح ولا لا؟ هذا ضغط على المؤشرات، مؤشرات تعليمية. لما فتح عليه طلع عند مدير الإشراف، عندنا هنا مؤشر، مؤشر المدارس، المدارس لأنها تعليمية، ومؤشر أيضا من الصالات، القاعات، مؤشر القاعات، ومؤشر من الملاعب. لما ضغط عليه طلع له قيمة من، ها عندنا هنا عدد الملاعب الجاهزة. واضح يا أخي؟ هذا واحد من عشرة. وضحت لك الفكرة الآن كيف تتم هي؟ هذا اسمه داشبورد. جميل جدا دكتور، الله يعطيك العافية. تمام كذا؟ تمام دكتور، شكرا لك. هذه اللي نسميها الداشبورد. النظام الإلكتروني يسويها بهذه الطريقة. سؤالكم أيها الأحبة، ماذا استفدنا؟ ماذا تعلمنا اليوم؟ أسمع منكم، تفضلوا شاركونا، ماذا استفدنا؟ ماذا تعلمنا اليوم؟ طيب بختام هذا اليوم، ما فيش أحد استفاد اليوم ولا تعلم ولا حد. ما الذي لم نستفده حقيقة دكتور؟ الله يكتب أجرك. يعني الشهادة فيك وفيما حصلنا عليه يعني يفوق الخيال. جميع الأخوة الحاضرين لديهم من المشاعر ما الله به عليم، ولكن لا نملك إلا أعظم شيء أن نقول جزاك الله خير، وجزا الله الدكتورة نجوى ومركز الإتقان والفريق الذي يعمل، الكل حقيقة يتسابق في نجاح هذا البرنامج، نجاح هذا المشروع المبارك الموفق في هذا الشهر المبارك. أسأل الله لك التوفيق، وللدكتورة نجوى وللأخوة الزملاء وتفاعلهم ومشاركاتهم يعجز اللسان عن وصفه. جزاك الله، جزاك الله كل خير. أحبتي الكرام، إذا نحن في برنامج تمهير رمضاني. إذا سمحت لي، تفضلي سهل. أنا تعلمت شيء جميل، لكن يحتاج مني وقت للممارسة كبير. نعم. عشان أقدر يعني أنا أضبطها صح. أكيد. إحنا عادة يا أستاذ نقدم هذا البرنامج في حدود 5 أيام. أنا صورت البرنامج كامل نازل على اليوتيوب. تخيلي 5 أيام كاملة مصور، مرتين صورته. تستطيعين تعيدين له بالكامل تفصيله. بإذن الله أتابعه بإذن الله. يعطيك العافية دكتور. إذن أحبتي الكرام، نحن في برنامج تمهير رمضاني، انتهينا الآن من حزمة التخطيط، انتهينا من حزمة أيضا الرقابة. إحنا بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى موضوعنا مهارات حل المشكلات. من يقول لي ليش حل المشكلات جاي بعد المؤشر؟ لأن المؤشر كشف لنا أن هناك مشكلة، فالمفروض الآن ماذا نفعل الآن؟ أن نقوم بعملية حل المشكلة التي ظهرت عندما ظهرت من المؤشر. إذن المؤشرات راح تودينا إن هي هدفها الأساسي تورينا بالمشكلات، فنقوم الآن بعملية حل المشكلات. هذا موضوعنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. كونوا معنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء 26 غدا بإذن الله. تفضل دكتور نجوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم، مساء الجميع. صوت واضح؟ صوت واضح، تفضل. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا والتقدير جل لما تقدمه لنا من معلومات قيمة ومهارات مفيدة خلال هذا الشهر وفي جميع رحلاتنا التدريبية معك. وطب الله أجرك وأجل الثواب والأجر بإذن الله تعالى. شكرا لكل من شاركنا هذا اللقاء اليوم، شكرا لمشاركاتكم، شكرا دكتور حربي ودكتور عبد الله على الثناء علينا، إن شاء الله نحن نستحقه. شكرا لفريق عملي المتميز دائما، شكرا لكم أنتم فرسان هذا اللقاء لحضوركم واختيارنا. وبإذن الله تعالى يعني كما وعدناكم أنه دائما الشهادات تلقوها على الجروب مباشرة بإذن الله تعالى، أيضا التسجيل ينزل لكم على القناة والحقيبة موجودة عندكم. نلتقي بكرة غد إن شاء الله على نفس الموعد. كنوا معنا و حضروا أسئلتكم واستفساراتكم للدكتور. شكرا لك يا دكتور وشكرا للجميع. السلام عليكم. استودعكم الله، شكرا لكم كل الشكر، استودعكم الله على أمل لقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاءات قادمة بإذن الله. استودعكم الله.